بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة اللي فاتت كنا خلصنا البروفايل صح؟ لما تذكر عرفنا طبعا ازاي بنعمل البروفايل، ازاي بنظبط الكيرفات، ازاي بنعمل التشيكات بتاعتنا، ازاي بنظبط الكتابات، سواء الكتابات بتاعت البروفايل نفسه او كتابات مين؟ البندات. وكمان ما توقفناش عند هذا الحد، عرفنا ازاي نعمل ايه؟ نقسم البروفايل بتاعتنا ليه اجزاء علشان لو انا عايز اطبعه كبروفايل لوحده، لكن ان شاء الله بعد كده في حاجه اسمها الشيت، ان هنتعلم ازاي نطبع بلان مع مين، مع بروفايل في لوحات خاصه. لكن انا دلوقتي اللي عندي البروفايل خلاص وعايز اطبع البروفايل بس لوحده بدون مين، بدون البلان. عرفنا ان احنا بنقسمه ازاي ونحطه تحت بعضه، وبنبدا نحطها في لوحات. ومش كده بس، كمان الراجل وهو بيطلع لي الخطوط دي بيبقى ايه، ما بيجيبليش عليها كتابات، لازم اظهر عليها مين؟ الكتابات بتاعتي. وبنظهر الكتابات ازاي؟ بختار الديزاين جريد اللي انا عايز اظهر عليه ليبل، بعدها بروح من الايديت بروفايل ليبل زي ما عرفنا قبل كده، ثم بقول له ايه؟ انا عندي الكتابات قبل عاملها قبل كده وحافظها تمام، فبقول له ايه؟ هات له كمان البندات بتاعتي مباشره، بعدها اقول له اوكي. الاقي الراجل راح ضايف لي مين؟ ضايف لي الكتابات. طب هنا هتلاقيه راح ضايف لك بس مين؟ الميل. طب وفين الباقي؟ الفيرتيكال كيرف. انا ما عنديش هنا فيرتيكال كيرف، ما عنديش على الجزئيه دي فيرتيكال كيرف، فالكلام ده انا ببدا اعمله على مين؟ تمام. على كل جزئيه او كل تقسيمه عندي لازم اظهر الداتا بتاعه البروفايل قبل ايه؟ قبل ما اطبعه، عشان الراجل يبقى عارف فين بيانات الفيرتيكال كيرف وفين بيانات مين وفين بيانات اللاين. طيب هل كان في حاجه كمان في البروفايل؟ كان في مثلا باين لنا حاجه بسيطه جدا، ايه هي؟ لو انا يا باشمهندس عايز ابدا اطلع الداتا بتاعت هذا البروفايل، يعني ايه الداتا؟ احنا اتعلمنا في البروفايل في البلان كان ممكن اطلع الكوردينيتس اللي هو الاكس والواي بتاعت مين كل ستيشن. دلوقتي اصبح من حقك انك تطلع اكس وواي ومين وزد، اصبح عندك اليفيشن. مش كل نقطه من هنا دي بتعبر عن الليفل او الاليفيشن بتاع البروفايل بتاعك. ممكن تطلع الكلام ده. طب اطلعه ازاي؟ زي ما طلعنا البلان. يا ترى كنا بنطلع البيانات بتاعت البلان بتاعتنا ازاي؟ كنا بنروح من التول سبيس لو انت فاكر صح، ونقول له حاجه اسمها ايه، ريبورت مانجر. اما الريبورت مانجر كنا بنقول له ايه؟ طبعا بنروح للتول بوكس، من التول بوكس بروح على ريبورت مانجر، ومن الريبورت مانجر دي ببدا افتح واقول له يا عم طلع لي بقى مين دلوقتي بروفايل. برضو عندك بيانات كتير، بيانات خاصه بالفيرتيكال كيرفز، بيانات خاصه بالبي في اي ستيشن والاليفيشن. فعندنا حاجه اسمها ايه، الانكريمنتال ستيشن اند اليفيشن ديفرنس، اللي هي مين؟ اللي هي البيانات الخاصه بالستيشن، طبعا الاستيشن والاليفيشن بتاعتها. انا دلوقتي هفتح اقول له هات لي الانكريمنتال ستيشن اند اليفيشن، يقول لي طب انت عايز مين؟ اقول له طلع لي عن بيانات الخط التصميم اللي اسمه ديزاين جريد، وبيانات مين بالنسبه للارض الطبيعيه ناشونال جراوند. يقول لي طب انت حابب تشتغل منين لفين؟ اقول له من بدايه الطريق لحد فين؟ لحد نهايته. وتاخد استيشن كل كام؟ اقول له كل كام؟ وليكن كل 20 متر بس. طيب كمان يقول لك ايه بقى، انت حابب اظهر لك ايه؟ يا ترى حابب اظهر لك عند الريجولار انترفال. يعني ايه الريجولار؟ يعني المسافات المنتظمه اللي انت مديها لي، اللي هي كل كام؟ 20. كل 20. اقول له ماشي. لو انت قلت له لا معناه انه مش هيروح عند ال 20 ويظهر لك. لو قلت له فقط هيظهر لك عند مين؟ عند ال 20. طب كمان يقول لك عند الهورزونتال تانجنت بوينتس، اللي هي نقاط الجيومتري بوينت. يا ترى تحب الراجل يظهر لك نقاط اضافيه عند هذه النقط؟ يعني دلوقتي هو هياخد لي كل 20 نقطه صح؟ تمام. طب لو نقطه البي سي مش منطبقه على ستيشن يظهرها لك ولا لا؟ يظهرها. لو انت مفعله يظهرها، لو انت مش عايزها ما يظهرهاش. طب الفيرتيكال تانجنت كيرف بوينت اللي هي نقطه البي في سي اللي هو نقطه التانجنت في الكيرف، عايزها ولا مش عايزها؟ لو عايزها فعلها، مش عايزها اقول له ايه؟ لا. كمان في عندك الاكزيستنج جراوند بوينتس، ايه الكلام ده؟ انت عندك خط الارض موجود صح؟ تمام. خط الارض ده في كسرات مش كده؟ تحب عند كل كسره يظهر لك النقطه دي ولا ما يظهرش؟ لو انت حاببها اقول له، مش حاببها اقول له ايه؟ ما يظهرهاش. انا دايما ودائما لو انا بشتغل على انكريمنتال معين او على انترفال معينه كل 20 بقول له فقط يظهر لي عند مين؟ عند الريجولار. كل 20 يظهر لي نقطه بس اكس واي وزد، ما تظهرليش عند اي نقطه ثانيه. اشمعنى؟ علشان ابقى عارف وضامن ان الشيك اللي هو هيطلعه ده هو واخد لي كل كام؟ 20. كل 20 متر نقطة، ومطلع لي البيانات بتاعتها لو حابب اعدل فيها بعد كده. ماشي يا ريس؟ طيب بعدها من حقك زي ما اتفقنا نختار الفايل اللي احنا هنطلعه. تحب نطلع على اكسل ولا بي دي اف ولا ورقه نت؟ انا دايما هقول له ايه، وليكن يا عم سيف لي على الديسك توب وكمان باي اسم سبعات كده ولا حاجه. بعدها اقول له احفظه لي بصيغه مين؟ الاكسل. خلي بالك ممكن تطلع للوورد وممكن تطلع للاكسل وممكن تطلع تكست فايل. انا هقول له ايه؟ طلعه لي على هيئه اكسل عشان لو حابب اعدل فيه او اضربه او اي شيء. هو بيقول لي انت بتسيف على البي سي؟ لا انا هقول له عايز الديسك توب مش عايز البي سي. تمام؟ سيف. هيبدا الراجل يطلع لك هذا الشيت على
الديسكتوب طبعا هيطلعه لك في صيغه مين؟ اكسل. في صيغه اكسل عملنا في الالاينمنت، هي نفس الالاينمنت بس هنا بقى هيدي لك بيانات زياده، بدل ما كان في الالاينمنت يدي لك اكس واي هنا يدي لك مين؟ اكس واي وزد. اكس واي وزد وديفرنس كمان، لكن مش مفضل ان هو مثلا الهوريزونتال والفيرتيكال. ما انا بقول له كرييت للروبوت هندسه، بيبدا الراجل ايه ياخد وقته كده. اول ما قلت له كرييت للروبوت خد وقته وبدا يطلع لي الاكسل شيت بالمنظر الجميل اللي قدامك ده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اكسل شيت كده بيشتمل على اسم الديزاين جريد بتاعك واسم سطح الارض وبيبدا من السيشن كام للسيشن كام. مش ده المهم، امال المهم مين؟ النقط اللي هو واقف عندها، وزي ما اتفقنا هو واقف كل كام؟ كل 20. انا قايل له كل 20 ويدي لك مين دولي؟ اكس واي وزد. اكس واي ومين بقى الجديد؟ الاليفيشن اللي هو الزد. وتخلي بالك بيدي لك اليفيشن اكزيستنج واليفيشن ديزاين. يعني ايه اليفيشن اكزيستنج واليفيشن ديزاين؟ بتاع الارض الطبيعيه والثاني بتاع الديزاين جريد. الله ينور عليك. واخر حاجه بقى بيدي لك الديفرنس. مين الديفرنس؟ اللي هو الفرق بين الفرق ما بين اللي هو الفرق ما بين سطح الديزاين وسطح الاكزيستنج جروب، ويقول لك الديفرنس ده كام. وكمان مدي لك البوينت تايب. ايه البوينت تايب ده؟ اللي هو نوع النقطه. النقطه بتاعتك دي هل هي ريجولار ولا بي سي ولا بي تي؟ طبعا احنا قايلين له كله ايه؟ ريجولار. فعشان هتلاقي كده هتلاقيها كله ايه، مدي لك النقطه اللي انت قلت له عليها بس. وما الى ذلك يا باشمهندس لمين؟ لكل الاستيشنز بتاعتك. يا ترى الاكسل ده مهم بقى ولا مش مهم؟ مهم جدا. لو حضرتك عرفت عايز تعرف ايه؟ الاكس والواي والزد بتاع اي نقطه في الطريق، بس الان يجي من الطريق للسنتر لاين. للسنتر لاين هو انا فقط واقول لي صممت السنتر لاين، فده للسنتر لاين بتاعي. طيب بكده يا باشمهندس يبقى حضرتك خلصت مين؟ خلصت البروفايل، وقدرت كمان تطلع البيانات بتاعته سواء كلوحات للبروفايل لوحده وسواء كمين؟ تمام، كشيت للاكس والواي والزد بتاعت كل ستيشن او كل مسافه، اي مسافه انت عايزها. خلي بالك انت مش مرتبط بالستيشن، يعني الستيشن عندي كل 20، لكن مفيش مانع ان انا اقول له طلع لي كل كام؟ كل 10 او كل 5 براحتك. يعني طلع الريبورت ده زي ايه؟ زي ما انت عايز، ما عندكش فيها اي مشكله. هل كده خلصنا يا باشمهندس البرنامج؟ لا لسه، احنا خلصنا كده المرحله بتاعت البروفايل، وهنبدا في المرحله الجديده اللي هي حاجه اسمها ايه؟ الرود موديلنج. ايه الرود موديلنج ده يا باشمهندس؟ انت لو جيت تبص احنا بدانا بالالاينمنت وعملنا البروفايل. الالاينمنت ده بيمثل البلان بتاع الطريق، والبروفايل بيمثل الاليفيشن بتاع الطريق. انا دلوقتي بقى عايز ابدا اوصل للنموذج بتاع الطريق كامل، اللي هو المجسم او الشكل الثلاثي الابعاد بتاع الطريق بتاعك. فعلشان كده يا باشمهندس هذه المرحله بتهدف لهدف بسيط ومهم جدا جدا جدا. ايه هو؟ ان احنا نصل بسلامه الله للشكل المجسم بتاع الطريق بتاعك. انا عايز اوصل لنموذج كامل للطريق بتاعي كاملا يا مهندس. طيب انت علشان توصل لهذا النموذج هنمر فيه بمرحلتين اساسيتين، هنعمل حاجه اسمها الروت اسامبلي وهنعمل حاجه اسمها الروت كوريدور. يبقى انا دلوقتي عايز اوصل للشكل المجسم للطريق، هنقدر نوصل له بكل سهوله، بس معلومه مين؟ حاجه اسمها الروت اسامبلي والروت كوريدور. مين الروت اسامبلي ده؟ الروت اسامبلي هو عباره عن رسم القطاع العرض للطريق او السايد فيو للطريق. يبقى انا دلوقتي بتكلم على مين؟ الاسامبلي. على الاسامبلي اللي هي اول مرحله من مراحل الموديلنج. ايه الاسامبلي ده يا باشمهندس؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان انا في الالاينمنت، في الالاينمنت عملنا البلان بتاع الطريق صح؟ يعني انا لو جيت تبص كده على البروجكت بتاعنا، لما عملنا ديزاين للالاينمنت واخترنا السنتر انا عملت البلان بتاع الطريق، قلت الطريق بتاعي ماشي بيلف يمين او بيلف شمال وبيبدا ايه ينتقل بالمنظر ده. في البروفايل عملنا مين؟ عملنا سطح الاليفيشن. الاليفيشن عملنا ديزاين جريد اللي هو الاليفيشن بتاع الطريق صح. باقي لي كمان فيو للطريق علشان ابدا اركب الثلاثه دول على بعض واوصل للمجسم بتاع الطريق. الفيو بتاع مين؟ بتاع الكروس سيكشن بتاع الطريق او سايد فيو. لو سيادتك رحت قطعت في الطريق كده عرضيا يا باشمهندس، يا ترى هتشوف ايه هندسه؟ لو قطعت في الطريق عرضيا بالمنظر ده كده هتشوف ايه؟ يا ترى هتشوف السنتر لاين ده بس، ولا المفروض كمان هشوف العروض بتاع الطريق ده؟ العروض. ايه العروض دي؟ هل في جزيره ولا مفيش؟ وبعد الجزيره في عندي حاره ولا حارتين؟ وبعد الحارات في عندي سايد ووك ولا عندي شولدر. ولا عندي شولدر؟ وبعد الشولدر في عندي ميول جانبيه ولا ما عنديش؟ فالمفروض ان انا لازم ارسم مين؟ السايد فيو بتاع هذا الطريق. السايد فيو بتاع هذا الطريق يا باشمهندس بنسميه احنا عندنا مين؟ الاسمبلي. وبقى البرنامج اسمه ايه؟ الاسمبلي. علشان نغطي الاسمبلي دوت برضه هنعرف فيه شويه حاجات. ايه هما؟ لازم مبدئيا نعرف ازاي هنعمل الاسمبلي بتاع الاندفايدد هايويز. ايه الاندفايدد؟ الطرق غير مقسمه اللي هي الطرق اللي ما فيهاش جزيره. وكمان عايزين نعرف ازاي هنرسم الاسمبلي بتاع مين؟ الديفايدد اللي هي الطرق الايه؟ الطرق المقسمه. لا دي ديفايدد وليست اندفايدد. يبقى هنتعلم ازاي نرسم الاسمبلي بتاع الطرق الايه؟ الديفايدد. وكمان عايزين نعرف نعمل اديت للاسمبلي.
بشكل عام وإدت للكودز بتاعت مين في الاسمبلي. هنعرف ايه الكودز وهنعرف ازاي كمان نرسمها. طيب انا دلوقتي في الاسمبلي مطلوب مني ان انا ارسم القطاع العرضي بتاع الطريق وعايزين نعرفه لمين؟ لكل انواع الطرق. طيب يا ترى ايه هي انواع الطرق من وجهه نظر رسم الكروس سكشن؟ خلي بالك دلوقتي انا هقسم طرق من وجهه نظر مين؟ الكروس سكشن. انا عايز ارسم الكروس سكشن، فمن وجهه نظر الكروس سكشن او رسمنا للكروس سكشن هنقسمها لنوعين. نوع حاجه اسمها الروت اسمبلي بتاعتنا هتتقسم ليه حاجه اسمها ايربان روتس وحاجه اسمها ايه؟ رورال روتس. الايربان روتس اللي هي الطرق الايه؟ او الشوارع الداخليه. الشوارع الداخليه طبعا. الشوارع اللي داخل المدن. والرورال اللي هي الطرق الايه؟ الصحراويه. طب هي هتفرق معايا في هتفرق في الاليمنتس. الطرق الشوارع اللي داخل المدينه بيبقى ليها عناصر بتختلف قليلا عن مين؟ العناصر بتاعه الطرق الصحراويه. طب بالنسبه للطرق الايربان يا عم قال لك ليها نوع من اثنين، يا اما انديفايدد يا اما ديفايدد، وايضا الطرق الرورال يا اما انديفايدد يا اما ديفايدد. طيب يعني ايه انديفايدد وديفايدد؟ انديفايدد يعني طرق غير مقسمه، يعني معناها ان اتجاهات الحركه مالها مفتوحه على بعض، مفيش فاصل في النص. طيب والديفايدد معناها ان في عندي فاصل في النص، في عندي جزيره في النص. الجزيره دي ممكن يبقى عرضها صغير جدا لدرجه ان احنا ممكن نحط بردوره بس 30 سم كده ما بين اتجاهات الحركه، ده اصبح اسمها ايه؟ ديفايدد. او ممكن تزيد ان احنا نسيب مسافه من الطريق ممكن توصل ل 20 متر، ده برده اسمها ايه؟ ديفايدد. طيب لو جينا نبص بقى على عناصر الطرق بتاعتنا اللي هي في الايربان undivided و divided، وكذلك عايزين نبص على القطاعات بتاعه الطرق الايه؟ الرورال undivided و divided. اول نوع عندنا لو احنا عايزين نبص على الطرق مين؟ الايربان و undivided. ايه الايربان ده هندسه؟ اللي هو الطرق اتفقنا الايربان هو عباره عن شارع داخل المدينه صح؟ و undivided يعني ايه؟ يعني ما عنديش فاصل في النص. يعني لو كده ابص ده كده المحور بتاع الطريق او السنتر بتاع الطريق صح؟ لما ابص على السنتر ده هل هيبقى في عندي جزيره او فاصل في النص ولا ما عنديش؟ طالما بتقول لي عندي فاضل ما عنديش فاصل، معناها يمينك وشمالك على طول مين؟ ماشيين الحرارة بتاعك. معناها ان انا عندي على طول عندي مين؟ الحرارة بتاعة الطريق بتاعي. طب وبعد الحرارة يعني طبعا الراجل من النقطه دي واخد لك الحاره، واخد لك هنا حارتين بعد كام؟ 6 متر ونص و او حاره فيها تخطي يعني. وكمان قال لك يا باشمهندس قال لك الميل بتاعك سالب 2%. يعني ايه سالب 2؟ يعني الخط ده مش افق، ده الخط ده مايل بميل سالب 2 عشان ميه مين؟ ميه المطر. وكمان راح واخد لك هنا بردوره، شايف البردوره اللي هنا دي؟ تمام. واخد لك بردوره بعرض 30 سم بعدها واخد لك مين بقى؟ سايد ووك. خلي بالك ده اسمه سايد ووك. ودايما ودائما الاختلاف ما بين الطرق الايربان والطرق الرورال في مين؟ موضوع سايد ووك. في موضوع سايد ووك وموضوع الجزيرة زي ما هنشوف دلوقتي. اولا في الطرق الايربان بيبقى عندي على الجناب شمال ويمين، فعندي ايه؟ سايد ووك وليس شولدر. سايد ووك اللي هو ممر ايه؟ مشاه. ممر مشاه، علشان انا داخل المدينه فعندي ناس هتمشي على الطريق فبقول لهم ممر مشاه. لكن لو انا في الصحراء هل في مشاه هتمشي على الطريق؟ فبنسميه ايه؟ طابون او بنسميه شولدر. فده اول اختلاف ان انا في الايربان بتكلم على مين؟ سايد ووك، لكن في الرورال بتكلم على شولدر. طب السايد ووك ده ايه علاقته بسطح الاسفلت بيبقى مرتفع؟ يعني لو جيت تبص على السايد ووك بتاعك ده ايه علاقته بسطح الاسفلت؟ يا ترى في نفس المنسوب ولا اعلى؟ اعلى. بيبقى اعلى من منسوب الاسفلت بتاعك. وعلشان تخلق الفرق المنسوب ده لازم نحط ايه؟ تمام. الكيرب اللي عندنا دي اللي هي الايه؟ البردوره اللي عندنا دي. طب ليه بنفصل؟ يعني ليه ما خدناهوش بنفس منسوب الاسفلت؟ علشان انا عايز امنع العربيات اللي ماشيه هنا اللي هي تستخدم مين؟ تمام. عشان ما تلوطيش البني ادمين اللي ماشيين فوق، فلازم بفصل وبفصل بارتفاع. الارتفاع ده برضه ما بيكونش كبير. يعني ليه؟ لان الارتفاع 25 سم بيبقى في حدود 15 طبقا للكود. اشمعنى؟ علشان لو عندي واحد عايز يعدي من الرصيف ده، عايز يعدي من على الطريق ويركب الرصيف ده يقدر يعمل ايه؟ تمام. يقدر يطلع الدرجه اللي عندي دي. تمام. لكن لو خدته ارتفاعه كبير ايه اللي هيحصل؟ الراجل مش هيقدر يستخدم، مش هيقدر يطلع السايد ووك ده، فتلاقيه بيمشي على مين؟ تمام. بيمشي على الطريق فبيقلل من الكباسيتي بتاعه الطريق بتاعه. تمام. طب بالنسبه للصرف؟ طيب الصرف المفروض بقى الراجل هيعمل لي هنا كده نظام لصرف، ممكن بايبس، ممكن يجمع في اللوست بوينت بتاعه السكر في بتاع يرميها على مين؟ على الصرف، على خطوط الصرف الايه؟ الصحي. لكن مش موضوع ده خالص دلوقتي. لكن هو المفروض انه هيجمع المايه هنا ويجمع المايه فين؟ يجمع المايه هنا. اذا القطاع اللي قدامك ده يا باشمهندس قطاع بيوضح طريق ايه؟ ايربان اندفايد، يعني طريق حضري وغير ايه؟ وغير مقسم. وتخلي بالك من حاجه مهمه جدا برضو، ايه هو القطاع العرضي ده؟ هو قطاع بيوضح جميع الابعاد الافقيه والراسيه للطريق. يعني ايه يا باشمهندس بيوضح جميع الابعاد الافقيه والراسيه؟ يعني لو جيت تبص على القطاع ده كل الابعاد الافقيه معلومه عندك ولا لا؟ معلومه. عرض الحركه كام؟ 6 متر ونص. عرض الكيرب 30 سم. عرض السايد ووك 1.70 متر. يعني معناه ان السايد ووك كله عرضه كام؟ 2 متر. صح. يبقى كل المسافات الافقيه معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. وايضا هذا القطاع لابد ان يوضح جميع الابعاد الراسيه.
وبعدها تعريف القطاع العرضي في القشر بيقول لك عباره عن قطاع عمودي على السنتر لاين بتاع الطريق وبيوضح جميع الابعاد الافقيه والراسيه. طب الابعاد الافقيه عرفناها، طب مين الابعاد الراسيه عنه؟ الله ينور عليك، اللي هي الطبقه دهيه دي طبقه الاسفلت الاولى صح. يا ترى سمكها كام؟ بيقول لي ده عباره عن 5 سم. بعدها يا باشمهندس الطبقه دي طبقه الاسفلت الثانيه ده كام؟ يقول لي ده 6 سم البايمتر. بعدها عندك دي طبقه مين؟ السن. ويقول لك السن عندك كام؟ 30 سم. طبعا في عندي برايم اللي طبقه التشريب وطبقه لاصق، دول بيبقوا طبقات بدون ايه؟ بدون سيكنس، رش اسفلت كده بدون ايه؟ بدون سيكنس. طيب وتحت في عندك مين؟ طبقه الصب جريد ماتيريال بقى بتاعتك. اذا الراجل لما حط لي 30 سم سن و6 سم اسفلت و5 سم ايه؟ طبقه سطحيه. في مشكله في هذا الكلام؟ لا تمام. جميل جميل هذا. ميل برضه بتاع الصالون. تخلي بالك بقى ايه اللي حاصل للراجل هنا كده، راح واخد لك الميول بتاعتك، يعني ده طبقات الاسفلت، السن بيبقى تحت مين؟ تحت الاسفلت. طب السن ده هل هيبقى مكمل على طول تحت السايد ووك؟ قال لك لا، ده انا هنا بس يا باشمهندس هاخده ايه؟ هاخده مرفرف كده تحت البردوره، بيرفرف على البردوره وليكن 25 سم وبيبدا ينزل بميل مين؟ واحد لواحد. طب وده مين؟ لو عايز تعرف ده مين بص هنا اللي حاصل، هتلاقي الراجل هنا برده مدي لك مين؟ الخصائص بتاعه الطبقات الخاصه بمين؟ تمام. السايد ووك تلاقيه يقول لك اول طبقه عباره عن طبقه 15 سم برايم كوت، البلين كونكريت. يعني ايه بلين كونكريت؟ خرسانه عاديه. بعدها في عندك مين؟ رمل مدموج، يبقى ده عباره عن رمل مدموج. بعدها في عندك تربه مين؟ الساب جريد. يبقى الراجل حط لي طبقه خرسانه عاديه تحتها رمل مدموج تحتها مين؟ ده الخاص بيه. تمام. السايد ووك. طيب هل يبقى ده عباره عن قطاع بيشتمل على جميع الابعاد الايه؟ الطوليه والعرضيه والراسيه. طيب هل الابعاد دي او سوري هل العناصر دي هتختلف بالنسبه للطرق الرورر والانديفايدد برضو؟ يعني ده طريق حضري غير مقسم. طب لو عندي طريق صحراوي غير مقسم هل الموضوع ده هيختلف؟ طبعا هيختلف يا باشمهندس. هيروح فين؟ بص كده هننزل بس ليه؟ للطريق الرورر والانديفايدد. الرورر والانديفايدد اللي هو الخلوي غير مقسم. تيجي تبص يا باشمهندس تلاقي برضو انا عندي مين؟ ادي السنتر لاين بتاع الطريق صح؟ تمام. والسنتر لاين بتاع الطريق ده برضو يا باشمهندس هترى في عندي حارات يمين وشمال ولا لا؟ في حارات. في حارات يمين وشمال، بس خلي بالك ده قطاع في سوبر اليفيشن. اللي هو الطريق بتاعك مايل كله في اتجاه واحد بميل كام؟ 6%. مش ده موضوعي، امال موضوعك ايه؟ ان ده برضه في جزيره ولا مفيش؟ مفيش جزيره. بعدها في عندك الحارات يمين وايه؟ 27 و27. طب بعدها في عندك مين بقى يا باشمهندس؟ هل في عندك سايد ووك؟ لا شولدر. وتخلي بالك الشولدر بيبدا منسوب بمنسوب مين؟ ايوه الطريق. الطريق مفيش فاصل بقى زي هناك كنت بعرف على منسوب السايد ووك. ليه؟ لان الشولدر ده انا اصلا عامله عشان العربيات دي مالها؟ استخدمه. يعني يا باشمهندس بسمح للعربيات اللي ماشيه على الحارات دي ان هي تطلع تستخدم مين؟ هذا الشولدر في حالات مين؟ الصيانه والاعطال والاستراحات وما الى ذلك. طيب وكمان مش كده وبس، ايه بعد السايد ووك ده بعد سوري الشولدر ده هندسه بتلاقي الراجل عامل لك مين بقى؟ حاجه اسمها السايد سلوب. ايه السايد سلوب ده؟ الميل الجانبي. الميل الجانبي. ايه الميل الجانبي ده يا عمي؟ ده عباره عن الميل اللي انت هتربط بيه مع الارض الطبيعيه. يعني القطاع بتاعك ده يا باشمهندس وليكن ايه علاقته بمنسوب الارض؟ هل هو حفر ولا ردم؟ لا ده كده ردم. ده كده قطاع ردم صح؟ طب يا ترى يا باشمهندس لما تيجي تردم انا هنا كده ده نهايه الشولدر صح؟ تمام. هل هردم راسي؟ انزل من هنا راس ولا هردم مايل؟ لا مايل. فعشان كده بقول له الفيل سايد سلوب بتاعك 1:4، يعني لو الطريق بتاعك ده وقع في منطقه مين؟ فيل. خد الميل بتاع الفيل ده 1:4. طب لو في عندك قطاع تاني هيبقى كات، خد ميل الكات بتاعك بكام؟ ايضا بواحد لكام؟ بواحد لاربعة. اذا دي عبارة عن ميول الراجل هيستخدمها في حالات مين؟ الكت والفل. الحفر والردم على حسب ما القطاع يقع، لو وقع في حفر هيلتزم بميل الحفر، لو قطع بميل الكت هيلتزم بميول مين؟ الكت بتاعتك يا باشمهندس. اهم ملحوظة هنا تاخد بالك منها، ايه الفرق ما بين الشولدر والسايد ووك؟ السايد ووك مرتفع 15 سم، لكن ده في نفس المستوى، في نفس المنسوب، وميل كمان نازل عن الناس. الله ينور عليك. يعني انت خلي بالك من النقطه دي، انا باخد ميل علشان ميه المطر برضو اجمعها فين؟ بره. طب مش كده وبس، كمان لازم برضو يبقى مشتمل على، بس هو كده انت حضرتك سمك الطبقات مش ميل في الاتجاهين كده؟ يعني ميل في الاتجاهين يعني يصرف كده ويصرف كده. ده لازم يبقى لبره وده لازم يبقى لبره. لا دايما ودائما الشولدر هيبقى لبره، لكن الحارات بتبقى على حسب القطاع بتاعك. لو ده قطاع مين؟ سوبر اليفيشن، دايما هيبقى مايل في اتجاه مين؟ تمام. السنتر بتاع المنحنى او الحاجه بنسميها الانر ايدج بتاع المنحنى. لكن لو انت في واقع في نورمال كراون هيبقى ماله؟ مايل لبره بره. ده قطاع سوبر اليفيشن، فالحرارات مايله كلها في اتجاه واحد بميل 6% اللي هو ميل سوبر اليفيشن. طيب
برضه من الحاجات المهمه اللي تاخد بالك منها الابعاد الرأسيه. يعني لو جيت تبص في عندي اسفلت وفي عندي ايه سن وفي عندك الطبقه بتاعتك دي، هل في الشولدر برضه بنحط طبقات؟ لا ما عنديش طبقات. انا الشولدر في حاله الطرق الرورر الصحراويه انا بعمله ايه؟ ترابي، يعني هي فقط تربه من تربه الصب جريده العاديه، بس انا بمهدها بدمكها وبسمح للعربيات ان هي لما تطلع عليها ما تغرزش بيها بشوط. ماشي؟ يعني طبقه التاسيس تحت خالص. طبقه التاسيس العاديه جدا، يعني هي طبقه التاسيس ممكن في بعض الناس بترمي فيها سن، ممكن في بعض الناس بتجيب لها تربه بكواليتي اعلى شويتين، لكن غالبا ما بتبقى ايه؟ تراب بنفس خصائص تربه التاسيس. طب لو جينا نبص بقى على الطرق الديفايدد برضه هنرجع لمين؟ للايربان ديفايدد. خلي بالك انا بتكلم فين دلوقتي؟ الايربان ديفايدد. ايه الايربان ديفايدد ده يا عم؟ اولا كل الجديد فيه ان انت عندك ادى السنتر بتاع الطريق صح؟ تمام. هل هتلاقي في حارات يمينك وشمالك ولا الطريق لا. مفصول؟ لا في جزيره في النص. في جزيره في النص، والجزيره دي يا باشمهندس زي ما اتفقنا ممكن تبقى بارتوره بس كده 30 سم او ممكن تبقى ايه؟ لا عرض، يعني الراجل دلوقتي عامل لك ممكن تبقى نوجيرس طبعا او ممكن تبقى عروض زي ما انت شايف، الراجل مدي لك ايه؟ وليكن عرض متر يمين وعرض متر ايه؟ السنتر لاين في عندك 70 و30 اللي هو ايه؟ متر ومتر. ال 70 سم دول ده عباره عن جزيره، ال 30 سم دول عباره عن مين؟ بردوره. بردوره. وتخلي بالك ايه علاقه منسوب الجزيره بمنسوب الاسفلت؟ اعلى منه. برده مرتفع، يبقى دايما في الطرق الايربان مناسيب الجزيره ومناسيب السايد ووك مالها؟ مرتفع اعلى من او مرتفع عن منسوب الاسفلت عشان امنع العربيات اللي هي تستخدمها. ودايما انا بصرار في المايه بتاعتي فين؟ على الجنبين علشان تصرف على انا كده كده هجمع المايه هنا واجمع المايه فانا يهمني اي مايه هتنزل على الطريق توصل لحد هنا بسلامه الله. ازاي؟ ارفع النقطه دي شويه ويبدا الميل بتاعي ينزل، بعدها دي تنزل، بعدها برده ده ينزل شرط كده كده. ده مش شرط. لا شرط. دايما انت هتعمل ايه في الصرف كده؟ ليه؟ بقول بقى فيها زرع في النص لو في زرع لا خلاص الزرع ولا امتص الميه، لكن انا بتكلم لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي بلاط او عندي اسفلت لازم كله اجمع فين؟ في نقاط الصرف بتاعتي اللي انا هجمع عليها. طيب اذا برضه يا باشمهندس هنا في جزيره؟ في جزيره، والجزيره مرتفعه، ومرتفعه ازاي؟ ببردورات. وكمان الجزيره دي لها عروضها ولا مالهاش؟ لها عروضها. ليها عروضها والراجل كاتبها لي، وليه كمان الارتفاعات بتاعته ولا لا؟ في الجزيره دي قال لك ايه برضه؟ قال لي زيها زي مين؟ تمام. زيها زي مين؟ زي الاندفايد. زي الصدوق. زيها زي الصدوق، يعني نفس الماتيريال بتاعتها نفس ماتيريال الصدوق، يعني هحط 15 سم ايه؟ بلين كونكريت، بعدها يحط 30 سم ايه؟ اجريجيت، بعدها يحط بعد كده الايه؟ الكومباكت سويل بتاعتك، يعني واخد السن بتاعك من تحت مين؟ تحت الطبقه بتاعتك. طبعا في عندك كومباكت ساند اللي هي المنطقه دي، يعني هنا كده ده السن، بعد كده هيحط من هنا لحد هنا ايه؟ رمل بسمك متغير لحد ما يوصل لمين؟ للارتفاع اللي هو عايزه، يعني هو عايز الارتفاع ده 15 والباقي هياخده ايه؟ السند اللي تحت دي. طيب لو رحنا بقى للطرق الرورر وديفايدد ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الموضوع مختلف شويه. خلي بالك ده رورر بس ايه؟ اندفايد. لو رحنا للرورر ديفايدد ادي يا باشمهندس قطاع الطريق الرورر ديفايدد هتلاقي عامل ازاي ده بقى؟ ادي ده برضه السنتر بتاع الطريق اهو صح؟ تمام. يا ترى في عندك جزيره ولا مفيش؟ في ميديان، والميديان ده عرضها كام؟ واخدها 2 متر، بعدها واخد لك 60 سم شمال و60 سم يمين، مين دول؟ دول حاجه اسمها الامبيفت انر شولدر. ايه الانر شولدر دي؟ احنا اتفقنا في الطريق في عندي الشولدر الخارجي اللي هو الشولدر ده صح؟ لو حضرتك هتعمل في الطرق الرورر جزيره لازم اعمل معاها انر شولدر، اللي هو الشولدر الداخليه بمتر. والشولدر ده بيبقى عرضه من متر و20 ل 60 سم طبقا للكود، ولكن هو واخده كام؟ 60. 60 سم. وتخلي بالك الجزيره بقى دلوقتي اللي هو الشولدر بالجزيره ايه علاقتهم بالاسفلت؟ مطين عن الله ينور عليك. خلي بالك هناك كانوا مالهم؟ كانوا عليه. الجزيره بتاعتي في الطرق الايربان كانت مرتفعه، هنا بنسميها ايه؟ ديبريست، هناك بنسميها رايزد ميديان، لكن هنا بنسميها ديبريست ميديان. طب ليه يا عم انت واخدها ديبريست ميديان بالمنظر ده؟ علشان احاول ان انا ما اعملش ايه؟ ما اعملش ردم كتير. يعني بص كده لو خدت الميل بتاعك ده لفوق يا باشمهندس معناه انك بتبعد عن مين؟ على الارض الطبيعيه، فتلاقي نفسك محتاج كميات ايه اعلى، وكمان تلاقي ميه المطر بتنزل على مين؟ على الطريق. انا دايما ودايما باخدها مايله لتحت علشان ميه المطر مالها؟ تتجمع هنا عشان دي تراب، الجزيره دي تراب، فميه المطر بتاعتك تتجمع في التراب اللي في النص ده وتبدا تتسرب، وكمان احاول ان انا اقرب من سطح الارض عشان ما ازودش مين؟ الكميات بتاعتي. خلي بالك دايما بناخدها يا اما شكل الفي اللي هو الشكل اللي قدامك ده، ناخدها شكل السبعه كده، او بناخدها شكل ترابيزويدال. يعني ايه ترابيزويدال؟ شكل شبه منحرف، تلاقينا بننزلها من هنا ناخدها افقيه كده، بعدها ايه نطلعها بالمنظر ده. ده كله خاص بمين؟ بجمع ميه المطر بتاعتي. طيب لا هو دايما يا اما الفي يا اما مين؟ يا اما الترابيزويد. طيب بيبقى فين غالبا؟ بتبقى نيوجيرسي. يعني نيوجيرسي ده لو انا هاخدها لازق على طول مفيش فواصل،
يعني النيو جيرسي ده انا هحطها امتى؟ لو انا هبقى ما عنديش جزيره هنا كده هفصل ما بين الاتجاهات دي بالنيو جيرسي، او ممكن ان انا اخدها شكل الفي نوتش ده واحط النيو جيرسي بتاعتي فين؟ في النص، لو انا حابب افصل الاتجاهات بتاعتي بايه؟ بالحائط الخرسان اللي بيبقى في النص ده. يعني دي بتستخدم عامله الاناره والكلام ده برضو؟ اه بتحط فيها عامله الاناره، بتحطها في الشجر، بتحط عامله الاناره، بتحط بتزرعها دي لو انت عايز تحط فيها اي زرع، فاهمني؟ طيب انا يهمني كل الابعاد الافقيه، معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. الراجل قال لي ايه عرض الشولدر ده كام؟ 180 والميل بتاعه 4%، الحارتين بتوعك اللي واخدهم دول 27 والميل بتاعهم بيسالب 2%، الشولدر الداخلي كام؟ 6 وسالب 4، بعدها عندك الجزيره عرضها 2 متر 2 متر والميل بتاعها 1 لكام؟ 1 ل 6. خلي بالك كل الابعاد ده انا بجيبها منين؟ تمام، بجيبها منين؟ من الرسم بتاعك، من الكون. كل الابعاد ده انا جايبها من الكون، يعني الميول اللي هي طالعه البروفايل، مش هي الميول دي. البروفايل ملوش علاقه بالكروس سكشن، ملوش علاقه بالكروس سكشن. البروفايل ده عباره عن قطاع طولي، ده عباره عن قطاع عرضي، ملوش علاقه خالص بالكروس سكشن. امال ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مكونات القطاع العرضي. بجيبها منين؟ بجيبها من الكون، الجزء الثالث الشابتر السادس تقريبا. اخش الاقي الراجل بيقول لي عرض الحرارات المفروض تبقى كام؟ تبقى لانواع الطرق المختلفه وميول الحرارات بتاعته تبقى كام؟ عرض الطبان يبقى كام والعروض بتاعته تبقى كام؟ عرض الجزيره تبقى كام والعروض بتاعتها ايه؟ ميول. تبقى كام؟ العروض والميول، اي حاجه بجيبها بجيب لها عروض واجيب لها ايه؟ ميول. طيب اذا كل العناصر دي انا بطلعها منين؟ من الكود بناء على نوع الطريق بتاعي، وابدا اعمل ايه يا باشمهندس؟ وابدا ارسمها على البرنامج. طيب لو حبينا نبص على الكود كده بس كده معايا هندسه، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكود الجزء الثالث، الكود المصري 2008 الجزء الثالث بارت 3 الشابتر رقم كام؟ 6، اللي هو الكروس سكشن اليمنتس اللي هي عناصر مين؟ القطاع العرضي. لو حضرتك عايز اي خصائص لاي عنصر من عناصر القطاع العرضي، سواء بقى كانت حارات او ميول او اكتاف او ارصفه اللي هي الشولدرز او السايد ووكس او الجزر او طرق الخدمه ومواصفات الدرج، اي حاجه انت عايز مواصفاتها تخش فين على طول؟ تخش هذا الشابتر، هذا الشابتر. الراجل اول حاجه بكلمك عليها عروض مين؟ يعني انا عندي الطريقه عدد الحارات بتاعته انا بجيبها من الديزاين، عدد الحارات حارتين جايبهم من الديزاين بتاعي. طب عروض الحارات دي تبقى كام؟ الراجل يقول لك لو عايز العروض خش التيبلز دي، فين يا عم؟ تنزل لتحت كده شويه تلاقي يقول لك بالنسبه للطرق الحضريه خش الجدول، او الطرق الخلويه سوري خش الجدول ده عرض الحارات المرور للطرق الايه؟ الخلويه. يقول لك بالنسبه لنوع الطريق بتاعك، لو شريان رئيس او شريان سنه او تجميعي او محلي زي ما عرفنا قبل كده. يقول لك لو الطريق شورين ريس تبقى كام؟ عرض الحاره 3 متر و60، 3 متر و60، 33، 3 متر. طب لو انا بصمم طريق اربن عروض الحرارات برضو ايه؟ بنفس القيم اللي قدامك دي. طب لو انا عايز الكروس سلوب، ايه الكروس سلوب ده؟ الميول العرضيه اللي هي الميول بتاعت مين؟ بتاعت الحرارات. الحرارات في النورمال كراوند اللي هي الحرارات في الوضع العادي بتاعها. يقول لك يا باشمهندس برضو لو نزلت لتحت شويتين كده يدي لك الخلاصه بتاعتهم، يقول لك الميول بتاعتك كام؟ هتروح الميول العرضي للطرق المرصوفه من 1.5 لكام؟ ل2، احنا واخدينه ب2. ويقول لك هتروح الميول العرضي للطرق الخشنه اللي هي المرصوفه بس ايه الخلطه بتاعتها خشنه شويتين من كام؟ من 2 ل3، والطرق غير مرصوفه يكون عن كام؟ 3 مينيمم. لو عايز بيانات الاكتاف الشولدر، وخلي بالك الشولدر دي بنستخدمها في الايربن ولا في الرورر؟ لا الطرق الطرق الصحراويه بس. لو عايز مواصفاتها هتجيبها يا باشمهندس من الجدول اللي قدامك ده، بناء على نوع الطريق وبناء على حجم المرور تخش تطلع مين؟ تطلع جبل المرور دي باخدها انا طبعا. ليه؟ باخدها يعني اه طبعا بتبقى انت اللي جايبها، انت اللي بتعمل ديزاين اوريدي احجام المرور معلومه عندك. تمام. ومنه بتبدا تطلع عرض الكتف بتاعك، عرض الشولدر، وكمان بتطلع الميل بتاع الشولدر من 2 ل 4% من 2 ل 5% وما الى ذلك. ماشي؟ لو عايز سايد ووك اللي هي الارصفه، خلي بالك ايه الارصفه دي؟ اللي هي خاصه بالطرق الاربن، برضه تجيبها منين؟ تجيبها يا باشمهندس من الجدول اللي عندك ده لو طريق شغل. اذا الخصائص بتاعت كل القطاع العرضي ده سيادتك مش مخترعها، انت جايبها منين؟ من الجزء السادس، من الجزء من الكود، طبقا للكود المصري. طيب انا مهمتي معاك دلوقتي بقى يا باشمهندس عايز ايه؟ انا عايز اوصل للموديل بتاع الطريق. قال لك اول حاجه هتعملها انك لازم ترسم مين؟ لازم ارسم قطاع العرض ده، والقطاع العرض ده يا باشمهندس اللي هو الاسمبلي زي ما اتفقنا له انواع مختلفه، وليكن عايزين نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونرسم هذا القطاع يا باشمهندس. ايه القطاع دوت؟ ده عباره عن قطاع عرضي لطريق ايه؟ اربن واندفايد. خلي بالك القطاع ده قد يكون مرسوم على الاوتوكاد، يعني انا اوريدي جابه منين؟ من الاوتوكاد. انا ماليش دعوه في الاوتوكاد، انا لازم في خطوه الاسمبلي دي بأعيد رسم القطاع العرض اللي عندي بس مين؟ باوامر برنامج السيمبلي 3 دي، علشان يقدر يعرف ان ده عباره عن السايد فيو بتاع مين؟ الطريق بتاعي، واكون ساعتها الثلاثه فيو بتاع الطريق، البلان والاليفيشن ومين؟ والسايد فيو. هل ممكن حضره سيادتك تبدا
ترسم لي هذا القطاع. تمام. اه لازم ترسمه، مش بالمزاج بقى، لازم ارسمه. وتخلي بالك الخطوه دي بتعتبر خطوه سيميليشن. يعني ايه سيميليشن؟ محاكاه. يعني ايه محاكاه؟ يعني انا مهمتي في النهايه هندسه ان انا اوصل لمين؟ تمام. اوصل لمين؟ لهذا القطاع بكل ما فيه. يعني بكل ما فيه، يعني انا عندي دلوقتي، انا دايما ودايما هبدا، يعني دايما كمان الفكره العامه للشغل على لرسم الاسمبلي، وكانك بتعمل بازل، بتركب كده بازل، عارف البازل؟ اه. ايه بتجيب شويه عناصر وتبدا تحطها ايه جنب بعض جنب بعض جنب بعض، في الاخر تطلع لك الشكل العام بتاعك. يعني انت يا باشمهندس هتدور على مين؟ اول حاجه هدور عليها هدور على السنتر لاين بتاع الطريق، ومن السنتر لاين بتاع الطريق هبدا احط ايه؟ عروض الحرارات. الحرارات بتاعتك، انا عندي اه هبدا احط الحرارات يمين، والحرارات بتاعتي دي لما احطها مش هحطها كلها على طبقه واحده، هحطها على مين؟ على طبقات. الراجل هنا قال لي انا في عندي فعلا ثلاث طبقات، هذا الطبقه الثانيه الايه؟ الثالثه. طب والرابعه دي ده الارض الطبيعيه. بعد ما ترسم القطاع ده كله انت هتاخده ترميه على الارض الطبيعيه، فانت بترسم الكونستراكشن كروس سكشن. فانا هبدا ارسم ثلاث طبقات. طب بعد ما تخلص كده الحرارات بسلامه الله تحط مين؟ ها؟ السايد. ابدا احط البردوره، وبعد البردوره ابدا احط مين؟ السايد ووك طبعا، وابدا اطلع احاول اطلع السن ده بالقطاع بتاعه. فانا يا باشمهندس اكني بالظبط بعمل ايه؟ بازل. ببدا اجيب شويه عناصر واركبهم جنب بعض، في النهايه اوصل لمين؟ تمام. اوصل لمين؟ للشكل القطاع بتاعي اقرب ما يكون او زي مين؟ زي القطاع اللي الراجل بيديه. خلي بالك القطاع العرض ده غالبا ما بيديه لنا او بيفرضه علينا الراجل المالك. الراجل بيقول لي انا عايز اعمل طريق، الطريق ده وليكن عرضين عرضهم 8 متر، هتقول له لا لا. فالراجل غالبا ما القطاع ده بيبقى معايا انا، مهمتي ان انا اعيد رسمه على برنامج مين؟ السيفل 3 دي. هل ممكن نبدا نرسم هذا القطاع على السيفل 3 دي؟ اه يا باشمهندس. انا دلوقتي عايز ارسم مين؟ طريق الايربان والاندفايدد. هنبدا ننتقل كده للبرنامج الجميل بتاعه، ومنه اول حاجه هبدا ادور على اول عنصر يا باشمهندس فيه القطاع العرض بتاعي ده. ودايما ودائما اول عنصر هتبدا منه هو السنتر لاين. يبقى انا اول حاجه عايز اجيب السنتر لاين، وابدا من السنتر لاين اجمع مين؟ اجمع بقيه العناصر بتاعتي. هجيب السنتر لاين ده منين؟ من قائمه رئيسيه اسمها كوريدور، من قائمه رئيسيه اسمها كوريدورز. هدور على مين؟ على اول اوبشن فيها اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ كرييت للاسم. يبقى انا عشان اجيب السنتر لاين بتاع الطريق بتاعي هروح من قائمه كوريدور اقول له اسمبلي، او من قائمه اسمبلي اللي هي اللي قدامك دي برضه هتقول له ايه؟ كرييت للاسمبلي. اول ما هتقول له كرييت للاسمبلي هتظهر لك شاشه، الشاشه دي هيسالك فيها على شويه حاجات، اهمهم هو مين؟ النيم. ادي للاسمبلي بتاعك ده مين يا عمي؟ نيم. ولكن انا هسميه ده عباره عن قطاع اربن و اندفايدد. يعني ايه اندفايدد؟ غير مقسم. اه وغير مقسم. الشكل بقى بتاعه والستايل بتاعه الحاجات دي كلها احنا عرفنا ان احنا هنقدر نعدلها زي ما احنا عايزين من جوه، لكن انا اهم حاجه هقول له الطريق بتاعي ده اسمه ايه؟ اندفايد الايربان واندفايد. بعدها اقول له اوكي. اول ما تقول له اوكي يقول لي طب اديني النقطه اللي انت هتبدا منها ايه تحط فيها السنتر لاين ده وتبدا منها الرسم. تخلي بالك اول ما هقول له وليكن انا هبدا من هنا كده، هتلاقي الراجل بالفعل راح مدي لك مين؟ الاسمبلي بتاعك، وراح مدي لك السنتر لاين بتاع الطريق اهو، وراح مزون لك عليه. الله، امال بقيه المشروع بتاعي فين؟ هو المشروع ما كانش فيه الا ده ولا كان فيه حاجات كتير؟ فيه حاجات. امال راحت فين؟ موجوده، بس فين يا باشمهندس؟ تاهت مني. الله، اشمعنى؟ لان الراجل عارف ان الكروس سكشن ده هيبقى ايه علاقته بطول الطريق مثلا 21 كيلو، الكروس سكشن بتاع الطريق ده هيبقى كام كده ان شاء الله؟ انت بتتكلم في كام؟ 6 متر ونص، 6 متر ونص على حوالي 13 متر، و2 و2 4 13 حوالي 17 متر، يا ترى ايه علاقه 17 متر دول بال 21 كيلو؟ صغيرين جدا. فالراجل لما بيحط لك القطاع او الاسمبلي او السنتر لاين بيبدا يزوم لك عليها يا باشمهندس، علشان ايه؟ علشان تبدا تشوف الحاجات اللي انت هترسمها. علشان كده دايما لما بحطه الحاجات دي في المشروع العادي هتلاقيها تايهه اصلا مش ظاهره، فعلشان كده دايما انا بحط هذا السنتر لاين وبحاول اعمل جنبه كده او حواليه دايره كبيره، علشان لو لما اتوه يا باشمهندس او المشروع بتاعي يصغر ابقى عارف فين الايه؟ الاسمبل. فين الاسمبل بتاعه اهو يا باشمهندس يبقى ظاهر معايا. يبقى الاسمبل الراجل رسمه ورسمه بابعاده، فعشان كده بيبقى صغير فبيزوم لك عليه. صعبه دي؟ لا. ايه بقى قبل ما اخش؟ خلي بالك ده السنتر لاين، المفروض ابدا ادور على مين؟ تمام، على اللي باقي. على بقى العناصر اللي هي الحرات يمين وشمال والبردوره والصادوك، صح؟ بس قبل ما ادور على اي حاجه لازم في حاجه ابقى فاهمها وعارفها جدا جدا جدا. ايه يا باشمهندس؟ شايف الراجل عامل لك كده حاجه زي عارف بصيت في مسدس او اداه نشان قبل كده؟ تلاقي عامل لك ايه؟ علامه الكروس دي، صح؟
ايه علامه الكروس دي؟ اللي هي الخط الاحمر ده مع الخط الاصفر اللي هي النقطه دي. خلي بالك بنقطه الهدف. ايه نقطه الهدف؟ تمام. النقطه دي ان شاء الله انت بتعمل الكروس سكشن ده عشان تسيبه تمشي ولا بعد كده عايز توصل للموديل بتاع الطريق ده؟ يعني عايز تركب الفيوز بتاعه الطريق على بعض، عايز اركب البلان على الاليفيشن على كروس سكشن، صح الكلام ده ولا لا؟ تمام. طيب تخلي بالك ان النقطه ده اهي اللي هي تقاطع الخط ده مع الخط ده، هي دي النقطه اللي الراجل يا باشمهندس هيديها البلان وهيديها الاليفيشن. يعني لما اجي اعرف ثلاثه على بعض، فين النقطه اللي الراجل هيبدا يحطها لك على السنتر لاين بتاع الطريق؟ السنتر بتاع فدي معناها ان النقطه ده هي اللي هتاخد في البلان يا باشمهندس الخط ده، معناها ان القطاع اللي سيادتك هترسمه هيبقى نص يمين ونص ايه؟ نص شمال. ونص شمال. طب وكمان يا باشمهندس تبقى متاكد ان النقطه ده هي اللي هتاخد مين في البروفايل ان شاء الله لما نيجي نعرفها، هي اللي هتاخد الخط اللي انت هتعرفه اللي هو الخط ده اهو. ده معناه ان الطبقات بتاعتك هتبقى تحت ولا فوق؟ تحت. تحت. فلازم تبقى متاكد وفاهم يا باشمهندس ان النقطه دي، النقطه ده اهي هي اللي هتاخد مين؟ هي اللي هتاخد المناسيب بتاعتك والبلان بتاعك. الله، ايه يعني يا عم انا فاهم الموضوع ده سهل؟ لا، ممكن في بعض المشاريع ابقى انا عامل الالاينمنت ده مش على السنتر لاين بتاع الطريق، بعمله على الايدج بتاع الطريق. ساعتها لما اجي ارسم القطاع العرضي، هل هيبقى نص يمين ونص شمال ولا هيبقى كله على جنب واحد؟ هتبقى دي بالنسبه لي الايدج بتاع الطريق. ممكن ابقى بعد شويه الموضوع ده هيظهر معايا، ممكن تبقى النقطه دي لما اجي ارسم منها انا مش عايزها تاخد الاسفلت، انا عايزها تاخد وليكن ارسم جزيره والجزيره هتبقى مرتفعه. هل لما اجي ارسم الجزيره هتبقى هنا واخد الاسفلت تحت، ولا المفروض ده اسفلت؟ ده اسفلت، فلازم الجزيره بتاعته تبقى ايه؟ مرتفعه. الموضوع ده هيظهر معايا دلوقتي، بس خلينا في الحاله اللي احنا فيها. لازم حضرتك تبقى عارف ان النقطه دي هي النقطه اللي ايه اللي هتاخد الالاينمنت وهتاخد البروفايل بتاع الطريق. طب جميل جدا، الحمد لله يا باشمهندس وصلنا لمين؟ للسنتر لاين بتاع الطريق. عايز ابدا بقى من السنتر لاين اللي انا رميته هنا ده، ابدا احط مين؟ الحارات اللي عندي دي. يا ترى يا باشمهندس انت عندك حاره ولا حارتين؟ اثنين. وليكن الراجل يا باشمهندس عاملهم حارتين، الحاره الواحده عرضها كام؟ 3 متر وربع، فهم كام كلهم؟ يجي لك 6 متر ونص. عايز ابدا ارسم الحارات دي، ارسمها ازاي؟ هل اجيب امر لاين كده بتاع الاوتوكاد وابدا ارسم الحارات اللي هي 3 متر وربع في 3 متر وربع، ولا لازم ارسمها باوامر البرنامج؟ لا، باوامر البرنامج. لازم ارسمها باوامر برنامج السيفل 3. خلي بالك انت ممكن تعملها بولي لاين، والبولي لاين ده ترجع تعرفها للبرنامج على انها ايه؟ السب اسمبلي. لكن لا، انا دايما وانا هشتغل لازم هستخدم التولز بتاعت مين؟ البرنامج. ايه التولز دي؟ البرنامج يا باشمهندس عارف ان انت في الاسمبلي ده هتحتاج ترسم شويه حارات، بعدها ترسم شويه شولدرز، بعدها ترسم شويه بردرات، بعدها ترسم شويه سايد ووك، صح؟ فراح اعمل لك شويه نماذج جاهزه ورحمها لك في البرنامج. حضرتك ممكن ايه؟ تاخدها على طول. تاخدها تعدل عليها وتستخدمها مباشره. طب هي فين النماذج دي يا باشمهندس؟ النماذج ده هي موجوده من قائمه كوريدور في قائمه اسمها السب اسمبلي تول بالانس. يبقى السب اسمبلي تول بالانس دي بتشتمل على مين؟ شويه نماذج جاهزه خاصه بمين؟ بالقطاع العرض بتاع الطريق، اللي هي خاصه باللينز والميديانز وما الى ذلك. طيب ممكن اجيبها من هنا سب اسمبلي تول بالانس، او ممكن اجيبها من الاختصار بتاعها اللي هو ايه؟ كنترول 3، او ممكن اجيبها من الشكل بتاعها. شايف الشكل بتاعها لو شكل علامه الاله الحاسبه ده اهو يا باشمهندس، نفس الشكل موجود فين؟ موجود اهو يا هندسه بالمنظر اللي عندك ده. فانا ممكن لو دوست هنا كده يجيب لي السب اسمبلي تول بالانس ده، اللي هي القايمه اللي بتشتمل على شويه ايه؟ تمام، حاجات جاهزه خاصه بمين؟ بالاسمبلي، باللينز. عندك بعض العناصر خاصه باللينز بالحارات، عندك بعض العناصر خاصه بمين؟ بالشولدرز، فعندك بعض الحاجات خاصه بمين؟ بالميديان، فعندك بعض الحاجات خاصه بمين؟ بالكيرف، فعندك بعض الحاجات خاصه بالدي لايت. الدي لايت اللي هو الميول الجانبيه. تمام. اللي عندها هتحتاج ميول جانبيه ولا لا؟ تمام. في الطرق الرور. طيب يبقى انا ممكن اجيب القائمه دي منين؟ من الشكل بتاعها ده، او ممكن من قائمه كوريدور، اقول له كوريدور، اقول له ايه؟ سب اسمبلي تول باليت، او كنترول 3 اللي هو كنترول مع مين؟ مع الثلاثه مباشره. قال لي اكون انا جبت القائمه الجميله بتاعتها يا باشمهندس، يا ترى حضرتك بتدور على مين؟ انا دلوقتي ده معايا ايه؟ ده السنتر بتاع الطريق. بعد السنتر لاين سيادتك عايز مين؟ لا، عاوزين الحارات. الله ينور عليك. فالمفروض ان انا هدور على الحارات دي يا باشمهندس، علشان تبدا ترسم الحارات او الشولدرز او الميديانز او الكيربس، عندنا اكتر من طريق. اولهم ان انا ممكن اروح للين دي واجيب نوع من اللينز، حاجه اسمها لين اوتسايد سوبر وزوايد. عشان ارسم الشولدر بروح للشولدر دي واجيب له حاجه اسمها شولدر اكستند هول. عشان ارسم الميديان لو انا عندي ميديان ممكن اروح اجيب ميديان واقول له ميديان ديبريست، اللي هي الميديان الايه؟ المنخفضه. ممكن لو انت عايز تجيب كيرب اخش كيرب واجيب الايه؟ اي نوع من انواع الكيربات بتاعت اللي عندي دي. يبقى انا ممكن ادور على كل عنصر الايه؟ على حده يا باشمهندس من القايمه بتاعته، او
ممكن اجيب عنصر خام فاضي خالص واشكله زي ما انا عايز. العنصر ده ممكن استخدمه كايه؟ كليل، ممكن استخدمه كسايد هوك، ممكن استخدمه ك تمام كشولدر، كشولدر ممكن استخدمه كماجن، ممكن استخدمه كاي حاجه. يا ترى يا هندسه المفضل بالنسبه لنا ان احنا نجيب كل عنصر من الخانه بتاعته ولا اجيب العنصر الخام ده واشتغل عليه؟ لا دايما ودايما بنجيب العنصر الخام ده ونشكله زي ما احنا عايزين. العنصر الخام ده اسمه ايه؟ اسمه يا باشمهندس حاجه اسمها الجينيريك بيجمنت ستراكشر. يبقى الجينيريك ده عباره عن ايه؟ عنصر خام. عنصر خام وانت هتشكله زي ايه؟ على ايدك زي ما بيقولوا، زي ما انت عايز. فالجينيريك ده ممكن حضرتك تجيبه من اللينز او ممكن تخش من البيزك وتجيب برضو ايه جينيريك، وممكن كمان نلاقيه في الاسمبل. لا مش موجود في الاسمبل. فين؟ القائمه العامه بتاعته من بيزك هتقول له ايه؟ جينيريك بيفمنت ستراكشر. يبقى الجينيريك بيفمنت ستراكشر ده عباره عن عنصر خام. العنصر ده انت تعمل ايه؟ هشكله زي ما انا عايز. عايز تستخدمه في اللينز ماشي، عايز تستخدمه في الشولدر في الكيرف زي ما انت عايز. عنصر بقى واعمل في اللي انت عايزه. تمام شكل. طب جميل جدا. هبدا يا باشمهندس، انا دايما ودايما هتعامل مع مين؟ مع هذا الجينيريك. فكرني كده، بنجيب الجينيريك ده منين؟ الحاسبه دي. ايوه من الحاسبه اللي هي صب اسمبل تول بالانس. بعدها بخش على البيزك، ومن البيزك اقول له ايه؟ جينيريك. بسم الله دوس على جينيريك. يا اول ما هتقول له جينيريك هيبدا يظهر لك حته شاشه ظريفه لذيذه يقول لك فيها ايه؟ العنصر الجينيريك بتاعك جاهز يا عمي. تمام. بس في شويه اوبشنز كده لو حابب تعدل فيها ماشي، مش حابب براحتك. تمام. الله، هو فين العنصر ده؟ بص كده، انا عشان احط العنصر ده انا قلت له ايه؟ جينيريك. ظهرت معايا القايمه صح؟ تمام. هفترض ان انا موافق على الاوبشنز دي عشان بس نشوفها، وهروح احط القايمه بتاعتي دي او احط الطبقه بتاعتي دي. علشان تحطها يا باشمهندس هروح اقف على، شايف الدايره دي؟ اقف يا باشمهندس كده على الدايره الحمراء دي وادي له كليك. هتفاجئ انه راح حاطط لك الطبقه ولا لا؟ تمام. تخلي بال حضرتك من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ هو ايه اللي طالع معايا ده؟ المفروض ان انا ببدا ارسم اللينز صح؟ تمام. واللينز هترسمها ازاي؟ يا ترى ارسم الحارات كلها يا باشمهندس قطعه واحده كده، ولا انا هرسم اول طبقه في اول حاره؟ يعني بص كده، الطريق بتاعك كام حاره؟ حارتين. انا هرسم حاره واحده بس، فمعناه ان انا عايز اخد العرض بتاعي كام؟ 3 متر وربع، مش 6 ونص. وكمان الطريق بتاعك 3 حارات، 3 طبقات سوري. انا هرسم مين؟ اول طبقه. يبقى انا هبدا ارسم اول طبقه في اول حاره، بعدها الطبقه الثانيه، بعدها الطبقه الايه؟ الثانيه. بعدها ابدا اجيب الحاره الثانيه، بعدها ابدا اشوف اللي بعد كده ايه. فمعناها ان اللي ظهرت معاك دي بتمثل مين؟ اول طبقه في اول ايه؟ في اول حاره. ويتبقى السؤال، يا ترى يا باشمهندس الطبقه دي انت عايز تدخل لها ايه؟ الراجل قال لك انا في عندي شويه بيانات كده كنت طالبهم منك. اللي هم مين؟ اول حاجه خلي بالك، في عندك شويه حاجات فوق مقفوله، الرون الرصاصي ده مقفول ماليش علاقه بيه. اول حاجه ايه؟ سايد. سايد. يقول لك ايه السايد ده؟ رايت. رايت ولا ليفت؟ ايه رايت ولا ليفت؟ انت بترسم دلوقتي حبيبي حضرتك هترسم الجزء اليمين ولا الجزء الشمال؟ تمام. فاكر لما انا وقفت هنا كده واديت له كليك، يا ترى الراجل طلعها لي في اليمين ولا في الشمال؟ اليمين. علشان الديفولت بتاعه كان ايه؟ رايت. كان رايت وانت ما غيرتهاش. لكن لو غيرتها ورحت واقف ايه اللي هيحصل؟ رايت. يعني ابص كده ورحت قايل له ليفت ورحت واقف هنا كده مره كمان، اللي هيحصل؟ تمام. تروح مالك فين؟ في الشمال. طب انا برسم ايه؟ دايما بشتغل على نص الطريق والنص الثاني زيه. فانا ولكن هرسم اليمين والشمال هيبقى ايه؟ زيه. طب الحاجه الثانيه يا باشمهندس بسالك على الويتس. الويتس ده العرض، العرض بتاع الجزء اللي انت هتضيفه ده كام بقى؟ المفروض عندي يبقى كام؟ 3 متر 25 سم. بص كده، هو الديفولت واخده كام؟ 63. هل ينفع؟ لا. فمعناه ان البتاعه دي عايزه تتشال وتترسم تاني او تتعدل صح؟ تتعدل. هنعدلها. ماشي. بعدها في عندك حاجه اسمها الشيفت. الشيفت، الشيفت ده مسافه اضافيه بياخدها بعد الايه؟ بعد الويتس بتاع الحاره. يعني الراجل دلوقتي واخد عرض الحاره كام؟ 3 متر و60، وراح ضايف لك بعدها مسافه زياده كده شيفت 20 سم. الشيفت ده لو انت عايز تعمل ترحيل ما بين طبقتين هتشوفها هتظهر معانا دلوقتي. لكن اللي يهمني ده عرض اضافي لمين؟ هل انت عايز شيفت في البتاعه دي في الحاره دي؟ لا انا مش عايز، انا عايز الحاره بتاعتي بس. فمعناه ان الشيفت هنا انا عايزه بكام؟ بصفر. طب كمان يا باشمهندس بسالك على الكروس سلوب. ايه الكروس سلوب؟ الميل. هل انت عايز الحاره دي افقيه ولا مايله؟ لا عايزينها مايله. مايله بميل كام؟ 2% سالب 2. هو الديفولت واخده سالب 2. ماشي يا عم والله تشكر. بعدها يوز سوبر اليفيشن يس ولا نو؟ يعني ايه يوز سوبر اليفيشن؟ يعني الحاره دي ان شاء الله لما تدخلها كده في البلان بتاع الطريق، هتركبها على البلان بتاع الطريق، تحبها تدور في السوبر اليفيشن ولا ما تدورش؟ تدور طبعا. بس لما تحط الحرف، ما انا مش بعد شويتين انا بعمل اسمبل ده، وبعد شويتين هركبه على البلان بتاع الطريق. يعني هو هيبقى اسمبل واحد بس، هو اسمبل واحد للطريق كامل. انت بترسم قطاع عرض نموذجي وتبدا تحططه على الطريق بتاعك كامل. بقول لك يا باشمهندس تحب الحاره دي لما احطها على القطاع العرض بتاع الطريق تدور ولا ما تدورش؟ طيب هتدور ولا انا مبدئيا هقول له نو يا عم لحد ما احطها، وابقى اشوف موضوع مين؟ موضوع السوبر اليفيشن ده. فانا مبدئيا هقول له ايه؟ لا،
اسيبه للجيش مش هدور في مش في اتجاه واحد. ما احنا قلنا بقى هسيبه دلوقتي، سيبه بس دلوقتي سيبه. يعني سيب السوبر الفيجن لحد ما نعمل البلان ونطلع كروس سيكشن ونبدا نعرف السوبر الفيجن ونشوف مشاكله ونتخلص منها. طيب الدايركشن ايه الدايركشن؟ الاتجاه بتاع الميل. يا ترى انت عايزه اواي يعني من النقطه دي ينزل الميل بتاعك لبره، ولا توورد يعني يبدا يميل لك الميل بتاعك ايه يطلع من النقطه دي ما ينزلش يبدا يطلع. فانت الاتجاه بتاع الميل بتاعك يا ترى هتاخده يا باشمهندس للداخل ولا للخارج؟ لا للخارج دايما هقول له للخارج اللي هو الاوي. بعدها يسالك على الدبس. مين الدبس؟ ارتفاع الطبقه سمك هذه الطبقه. يا ترى سمك الطبقه دي المفروض يبقى بكام؟ الطبقه دي المفروض السمك بتاعها 5 سم. اول طبقه عندك 5 سم، يا ترى واخدها ب 5 ولا 20؟ واخدها ب 20 سم. تمشي؟ لا ما تمشيش. فعشان كده برده محتاج ايه؟ تعديل. بعدها يا باشمهندس اللي هو سمك الطبقه اللي عندك دي، اخر حاجه بقى عندك بيسالك على الديفليكشن بتاع الاوتر ايدج. ايه الديفليكشن بتاع الاوتر ايدج؟ ممكن بس افتح ده شويه عشان ايه يظهر معانا كده ويبدا يظهر لك كل الكتابات. ايه الديفليكشن بتاع الاوتر ايدج؟ الحافه الخارجيه اللي هي الاوتر ايدج دي، تحب يا ترى يا باشمهندس تحب تاخدها راسيه ولا مايله؟ لا مايله. لو عايزها مايله بتقول له هنا ايه؟ بدل النو نو معناه ايه؟ بيقول لك الديفليكش يعني عايز نعمل لها ديفليكشن. نو معناه ان هياخدها راسي. عايزها مايله بتقول له ايه؟ يس. اول ما تقول له يس يقول لك طب الميل بتاعك بكام؟ تمام. اديني الميل بتاعي. تخلي بالك الحاره دي يا باشمهندس سيادتك عايزها راسيه ولا عايزها مايله؟ عايزينها مايله. لا راسيه. ليه عايزها مايله ليه؟ اول واحده بص كده انت عندك اول حاره هنا اللي هي تنهي هنا كده في النص، هل الخط اللي انت هتاخده هنا ده مايل ولا راسي؟ لا راسي. راسي. لكن هنا يا باشمهندس في الاخر وانت بتضيف الطبقه دي عايز النهايه بتاعتها راسيه ولا مايله؟ لا مايله. يعني في بعض الطبقات تحتاج اخدها مايله وفي بعض الطبقات تاخدها ايه؟ تحتاج اخدها راسي. فانا في الحاله دي انا عايزها ايه؟ عشان في الحاله دي انا عايز راسي عشان في حاره بعديها. طب بعد كده يا باشمهندس بعد كده الراجل بيسالك على حاجه اسمها الكودز. ايه الكودز؟ الاكواد بتاعه السب اسمبلي بتاعك. ايه الاكواد دي وايه لازمتها واحتاجها في ايه؟ هنعرفها ان شاء الله امتى؟ قدام شويه. لكن انا اهم حاجه عندي دلوقتي اللي هي البيانات اللي من خلالها نرسم مين؟ هنرسم السب اسمبلي ده. هل السب اسمبلي ده كده مظبوط ولا مش مظبوط؟ مش مظبوط. بعد ما احنا عدلنا احنا ما عدلناش حاجه، ما ينفعش اعدل على حاجه بعد ما رسمتها. فعلشان كده يا باشمهندس هعمل ايه؟ هطلع وهبدا امسح مين؟ الاسمبلي. السب اسمبلي اللي انا رسمتها دي وهرجع ارسمها تاني بس بالخصائص اللي بقى؟ الخصائص اللي انا عايزها. لحظه واحده بس الراجل بيحمل كمان هندسه. انا زي ما قلت لك انا ضفت دي بس بالخصائص اللي مش مظبوطه بتاعتها صح. فاروح كده بعمر ديليت اختارها واقول له ايه ديليت عادي جدا او اي انتر اللي هو الريس العادي واختارها يمسح صح. عايز ابدا اضيفها تاني اهي فكرني كده بنعمل ايه. سب اسمبلي تول باليس بعدها ده بروح للجينيريك بعدها ابدا بقى ادخل البيانات بتاعتي. قبل ما اضيفها ابدا ايه اعدل البيانات. يعني ترى يا باشمهندس الاتجاه بتاعك هتشتغل على ليفت ولا رايت؟ بعدها تبدا العرض ده. العرض ده كام؟ 3.25. اه هغيره ل 3.25 طبعا هو مش هيقبل يغير. يعني بص كده مش هيقبل يغير. هقول لك هنحلها ازاي. بعدها هبدا اغير كل الخصائص دي وبعد ما تغير الخصائص دي كده بسلامه الله تروح تعمل ايه؟ كليك. اقف على الدايره الحمراء دي وادي له كليك. الاقي يا باشمهندس بدا منين؟ بدا من النقطه اللي اتفقنا عليها اللي هي نقطه كروس اير وبدا يرسمها. طبعا خدها ليه؟ هنا الليفت. خدها ديفولت اللي هو الليفت مفيش مشكله. يبقى انا دلوقتي رسمت الجزء الايه؟ الليفت ما عنديش مشاكل. طيب يا باشمهندس نعم البتاعه دي ما خدتش الخصائص بتاعتي اللي انا عايزها اعمل ايه؟ ممكن اعدل على الخصائص بتاعتها. اعدل على الخصائص بتاعتها ازاي؟ خلي بالك دلوقتي بعد ما ايه؟ تمام. بعد ما رسمتها عشان تعدل على الخصائص بتاعتها يا باشمهندس عندك طريق من اتنين، يا اما تروح لحاجه اسمها السب اسمبل بروبرتيز يا اما تروح للبروبرتيز. وليكن هروح للسب اسمبل بروبرتيز اللي هو الطريق العام بتاعها. هتروح من السب اسمبل بروبرتيز بعدها تخش على حاجه اسمها البارامترز. من البارامترز يا باشمهندس هتلاقي بيفتح لك نفس مين؟ تمام نفس القناه. تغير زي ما انت عايز بقى. اول حاجه هي في الليفت. انت عايزها في الليفت ولا تغيرها؟ لا خليها في الرايت. خليها في الرايت يا عم خلينا من اهل الدنيا. طب العرض بتاع حضرتك كام؟ 25. اه خليه 3.25. طب الشيفت زيرو. كروس سلوب سالب 2 خلي السوبر الفيجن نقول لحد ما نشوف ايه موضوعه ويخليها مايله لبره. الدبس بتاع سيادتك 5 سم. 5 سم تبقى بوينت او 5 يا باشمهندس. عايزها راسيه ولا مايله؟ راسيه. اه فبقول له نو ومفيش عندي ميل. 5 بوينت 5 سم 5 على 100. بعدها يا باشمهندس ايه الكودك قلنا هنعرفها فيما بعد. بعدها اقدر اقول له ايه؟ أوكي. اوكي. اول ما تقول له اوكي اللي حصل الاول انشا اللي مالك ولا لا؟ كانت في الشمال خليها يمين. ادالك السوق بتاعها وادالك الايه؟ العرض بتاعها. مين دي يا هندسه؟ دي الطبقه الاولى في الحاره الاولى. اه طب بعدها هل كده خلاص ولا لسه في عندك كمان طبقه ثانيه؟ لسه طبقه ثانيه. اعمل ايه؟ ممكن اروح للجينيريك وابدا اعمل ايه؟ تاني او ممكن اخد كوبي من الحاجه دي. مش دي الحاجه دي لحد ما متظبط فيها شويه حاجات. تمام. ممكن اخد كوبي منها. ازاي؟ بص كده بختار سب اسمبلي اللي عايز اخد منه كوبي بس. يعني هختار الايه؟ الحاره او الطبقه دي بس. بعدها اروح لمين؟
خلي بالك ما ينفعش اي كوبي من الكوبي بتاع الاوتوكاد، لازم كوبي من ال7. ازاي؟ بختار الاوبشن بتاعي على الراجل فعل لي سب اسمبلي بروبرتيز وفعل لك مين الكوبي، كوبي وموف وميرور. تمام. دلوقتي سيادتك عايز تاخد ايه؟ الكوبي. فبختار كوبي، اروح اختار مين بقى؟ خلي بالك انت خدت الحاجه دي من هنا كوبي، يا ترى عايز تحطها فين؟ تحت. خلي بالك اختار النقطه اللي انا عايز احط فيها بقى، عايز حضرتك تحط فين؟ انت مش عايز تبدا من النقطه دي، شايف الدايره دي بتاعت السب اسمبلي اللي فوق؟ اقول له ابدا لي من الدايره دي تحت يا عم، اقف على الدايره دي على حافه الدايره دي واقول له ايه؟ كليك. اول ما تقول له كليك يا شونس هتلاقي راح بدا لك من دي وحاطط لك الطبقه بتاعتك تحت كمان. طيب هل كده خلاص ولا في طبقه كمان؟ نعدل عليها بقى. في طبقه كمان. طب انا هعدل عليها برضه بس. لا لا يا باشمهندس انا عايز اعمل ايه؟ انا هعدل عليها. طب ما تاخد الثالثه وبعدل عليهم كلهم مره واحده، يعني خد كوبي كام من دي كمان اهي هنا يا باشمهندس وتلاقي اللي حصل، حط لك الطبقات. هل الطبقات دي بنفس السمك؟ لا، زي ما انت لقطتها فعلا. الطبقه الاولى بخمسه، الطبقه الثانيه بكام؟ بسته، الطبقه الثالثه ب 20 ب 30. فعلشان كده انا راح اغير دول، اغيرهم ازاي؟ كل حاجه متظبطه ما عدا مين؟ السيكنس. فعشان كده انا هختار الطبقه دي واخلي السيكنس بتاعها كام؟ سب اسمبلي بروبرتيز، واقول له روح للبارامتر ومن البارامتر اخلي السيكنس بتاعها بكام يا هندسه؟ ده ب 6 سم، 6 ب 6.06. هتلاقي السمك بتاعها زاد شويه. طب والحاجه دي 30. فاقول له برضه سب اسمبلي بروبرتيز واروح ل 0.3 هندسه، اغير بس في السيكنس بوينت. خلي بالك كل حاجه ثابته، فانا مش هغير بس لا فين؟ تمام. الا في السب اسمبلي بروبرتيز. ايه رايك يا هندسه؟ لا تمام والله انا كده الحمد لله انا وصلت لمين؟ للحاره الاولى بالثلاث طبقات بتاعتي. طب هل الطريق بتاعك عباره عن حاره واحده ولا في حاره كمان؟ لا في حاره كمان. في حاره كمان، يا ترى اعمل ايه يا باشمهندس؟ اعمل لها ميرور بس هنعدل. لا اخدها كوبي ميرور لو انت عايز تعكس الايام الثانيه. هاخدها ايه؟ كوبي يا هندسه. فانا هعلم على الثلاث طبقات دول كده كلهم مره واحده واخدهم كوبي لمين؟ للحاره الثانيه. بص الكلام ده هيتم ازاي؟ الراجل بيحط، هختار الثلاث طبقات بتوعي يا باشمهندس، بعدها في عندك مين فوق زي ما اتفقنا؟ بعدها تروح تختار البوينت اللي انت هترمي فيها. فين البوينت؟ اهي يا باشمهندس، اول نقطه عندك فوق اللي اول دايره فوق دي وكليك، تلاقي اللي حصل النقطه دي راح رمي لك الثلاث طبقات بنفس الميل بتاعك ولا لا؟ بنفس الميل بنفس الاتجاهات بتاعتك يا باشمهندس بالمظبوط. طيب ومن هنا ومن هنا؟ الحاره الاولى تمام والحاره الثانيه تمام. من هنا يا باشمهندس عايز تحط مين بقى؟ نفس الميل هم كله نفس الميل، ما فيش عندها اي مشكله، كلهم نفس الميل اهو بس انا ب 2%. من هنا بقى عايز تحط مين؟ انا رميت كده دلوقتي مين؟ خلي بالك اكني قطعت هنا ورحت رامي مين؟ تمام، رامي الحاره الاولى والحاره الثانيه. بعد كده في عندك ايه يا هندسه؟ في عندي يا باشمهندس كير، خلي بالك ما فيش سايد سلوب في الارم، ده كير ما فيش سايد سلوب في الارم خالص. الله ليه يا عم؟ مش احنا قلنا من النقطه دي لازم اربط مع الطريق بتاع حفر وران؟ لا، في الطرق الايربان انت بتاخد الشارع والسايد ووك وبعد الشارع ده بيبقى فيه البيوت الاهالي، انت في ايربان في منطقه حضريه. تمام. فانت بعدها مفيش ربط مع الارض الطبيعيه، لا ده انت على طول رميت على السور بتاع مين؟ بتاع الاهالي او البيوت بتاعت الاهالي، فما عنديش سايد سلوب. طيب اللي يهمني دلوقتي من نقطه الاسفلت اللي انا جبتها دي عايز اعمل مين؟ عايز ارسم الكيرب دي. تمام. طب الكيرب دي يا باشمهندس ابعادها ايه؟ البردوره يعني. البردوره، البردوره اللي هي حته البردوره اللي ايه؟ اللون بتاعها ابيض اللي قدامك المشفره دي. الابعاد بتاعتها ايه؟ 15. الراجل قايل لي الارتفاع العرض بتاعها كام؟ العرض بتاعها كام؟ 30 سم، العرض بتاعها 30 سم، العرض بتاعها هو 30 سم، والارتفاع بتاعها ده يا باشمهندس 27 سم. 15 سم فين؟ فوق الرصيف و5 تحت. و5 سم تحت. وهيتبقى السؤال الجميل، هل حضرتك ممكن ترسم لي الكيرب دي ولا لا؟ طبعا. هاخد جينيريك من الجينيريك بتاعي صح؟ وادي له عرض كام؟ 30 سم. 30 في 20. وارتفاع 20. 20 سم، وهاخدها افقيه، يعني الكيرب دي هتبقى ايه؟ خرسانه، والخرسانه دي بتبقى ايه؟ افقيه. بس هيتبقى السؤال، ايه هو السؤال؟ يعني بص كده معايا، هعملها لك ونشوف المشكله ونرجع نحلها. بص كده يا هندسه، انا هاخد كوبي منين؟ من اي راجل من دول، انا عايز اعمل البردور صح؟ هاخد كوبي من اي طبقه من دول واقول لها كوبي، ومن كوبي هرميها هنا يا باشمهندس. هل دي البردوره بتاعتك ولا هتعدل؟ عدل، اختارها وابدا عدل اللي انت عايزه. يا ترى هتعدل في ايه؟ اولا في الويدز، الويدز عايزه كام؟ 30 سم. 30. طيب ما عنديش شيفت، الميل عايزه افقيه ولا مايله؟ افقيه، عشان كده قلت له خد الميل بتاعها ايه؟ بزيرو. طب الدبس بتاعها؟ 20. 20، الله ينور عليك. كده اوكي يا باشمهندس، هتلاقي الراجل بالفعل خلى لك هذا البردوره بتاعتك يا هندسه. بس هتبقى السؤال، الله ينور عليك، هو انت البردوره دي عايزها عند وش الاسفلت ولا ترتفع 15 سم؟ انا مش عايز ارفع ترتفع 15 سم.
ارفعها ازاي؟ اللي هو موف ده، مش في موف هنا؟ اه لا بس ما ينفعش موف هندسه، ما ينفعش اتحرك لنقطه وهميه كده، يعني ما ينفعش اخد ده لفوق كده 15 سم هتلاقي الدنيا فكت. خلي بالك احنا اتفقنا ان ده عباره عن ايه؟ بازل. يعني ايه بازل؟ يعني نقطه لازم بتركب على مين؟ على نقطه، نقطه بتركب على نقطه. لو طلعت ده موف لفوق كده بمسافه هتيجي بعد كده تلاقي الاثنين فكوا من بعض ما لهمش علاقه بايه؟ ببعض. فانا علشان كده ما ينفعش يا باشمهندس احرك ده كده لنقطه وهميه، امال اعمل ايه؟ لازم اخلق نقطه من هنا كده ارتفاعها كام؟ 15 سم وابدا انقل الراجل ده. تاني 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 لازم من هنا كده اخلق ايه؟ نقطه ارتفاعها، اخلق نقطه ارتفاعها 15 سم، والنقطة اللي ارتفاعها 15 سم ده ابدا احرك عليها الطبقة البردورة بتاعت الجهاز. طب ازاي هنا كده هاخد خط وهمي من هنا بالارتفاع اللي انا عايزه له 15 سم؟ لو حضرتك عايز اي خط سواء افقي تماما او راسي تماما بنجيبه من قايمة من السب اسمبلي تول باليت، بنجيبه من قايمة اسمها ايه؟ جينيريك. تمام. يبقى قايمة الجينيريك دي قايمة بتشتمل على مين؟ على اللاينز، على الخطوط. بص كده لما تفتح تلاقيها كلها عبارة عن ايه؟ عن خطوط. يا ترى الخط اللي انت عايزه ايه يا باشمهندس؟ افق ولا راسي؟ اهو لينك فيرتيكال. يعني ايه لينك فيرتيكال؟ يعني خط راسي. اول ما تقول له خط راسي يقول لي طب بص يا عم برضه انا هنزل لمين؟ للبارامتر. انا ماليش علاقه بالجنرال انفورميشن او بالداتا، دايما بروح للبارامتر. شغله كله على البارامتر. هلاقي البارامتر ده يا باشمهندس الراجل بيسالك فيه على سؤال بريء جدا، ايه هو؟ الفيرتيكال دايركشن. عايز الاتجاه بتاعها. اولا الفيرتيكال ديفليكشن اللي هو الارتفاع بتاعها قد ايه؟ عايز السمك بتاعها قد ايه يا باشمهندس؟ عايزه كام؟ 15. بص كده انا برضو مش هقدر اعدل من هنا، فعلشان كده هروح واقف عند النقطه بتاعت اللي انا عايز ارميها فيها. انت عايز ترميها فين؟ فوق في النقطه دي صح؟ فمن النقطه دي هتلاقي راح رامي لك اللينكه بتاعتك يا صاحبي، بس رميها لك بارتفاع كام؟ بسم الله ما شاء الله 3 متر. الديفولت بتاعها 3 متر. هل انت عايزها 3 متر ولا هتعدلها؟ هنعدلها طبعا. ازاي؟ طبعا مش قادر ان انا اعدلها من هناك، اروح للسب اسمبلي. طبعا انا بختارها الاول وبروح للسب اسمبلي واقول له خلي لي الثلاثه دي كام يا عمي؟ علامة 15 بوينت 1.5 اللي انا عايزها. خلي بالك في عندك كودس ولينك وما الى ذلك هنعرفها برضو ايه؟ بعدين. طبعا الحاجات دي هنعدل فيها كلها بس هنعرفها بعدين. بص كده اللي حصل يا باشمهندس، راح من النقطه دي رمي لك خط كده، الخط ده ارتفاعه كام؟ 15 سم. يا ترى انت عايز تعمل ايه بقى؟ احركها. عايز ابدا اخد الحاجه دي احركها اطلعها فين عند الخط ده؟ احركها ازاي؟ بختارها يا باشمهندس ثم اركبها من قائمه مين؟ موف، واروح اقول لها تعالي هنا يا بنت اللذين انت. الاقي اللي حصل؟ اتحركت 15 سم واصبح عندك يا باشمهندس ده 20، ففي عندك ركوب كام؟ 15. 5 سم، يعني في 15 فوق و5 سم تحت. ماشي. صعب الكلام ده؟ تمام. جميل جدا. طب بعدها؟ ميول بقى اللي في الطبقات. عايز ابدا اكمل الطبقه اللي تحت. والله ما انا مزعلك، انا كنت عايز اعمل الصادوك الاول. لا مفيش مشكله. ماشي. خلينا نعمل، ما فيش مشكله. انا عندي هنا كده يا باشمهندس الحمد لله رميت مين؟ رميت الكربيه اللي عندك دي صح؟ تمام. عايز ابدا ارمي الطبقه اللي جايه من هنا كده واخده بروز وليكن 25 سم وبدات تنزل بميل واحد لواحد لحد ما ربطت فين برضو؟ ربطت مع طبقه السن اللي تحت. خلي بالك ده كله عباره عن هو السن. الميل نازل من الطبقه الثانيه ولا من الطبقه الثالثه؟ خلي بالك الميل ده اللي هو الطبقه دي بادئه من تحت مين؟ الكيرب. يعني شوف الكيرب بتاعتك واقفه فين؟ من تحتها على طول هتبدا السن. تمام. ويبدا يرفرف 25 سم ويبدا يعمل ايه؟ ينزل بميل واحد لواحد. طب هعملها ازاي دي؟ هتظهر معايا قوي هنا. بص كده يا باشمهندس انا كده رميت البردوره بتاعتي صح؟ تمام. من تحت البردوره دي ساعتك هتاخد مين؟ السن صح؟ فعلشان كده هختار البردوره دي وكوبي واحطها هنا. انا باخد نسخه منها صح؟ تمام. البردوره بتاعتك دي يا باشمهندس اللي هو طبقه السن اللي تحتك دي سيادتك عايز فيها حاجتين مالهمش تالت، ايه هما؟ العرض بتاعها هيبقى كام والارتفاع بتاعها هيبقى كام؟ تمام. يا ترى العرض كام؟ ده 30. 30 وهتزود عليه كمان كام؟ 25. فده اقدر احلها بسهوله. ازاي؟ بص كده اقول لها اختار هي بس برضو واقول له سب اسمبلي بروبرتيز، اقول له بص يا عم ايه العرض بتاعنا كام؟ 30. سيبها زي ما هي وزود لي شيفت 25. ايه ده بقى؟ يعني 25 بعد البردو. الله ينور عليك. بص كده هتلاقي اللي حصل. تمام. ادي ال 30 بتاعتك زي ما هي وراح مزود لك شيفت كام؟ 25. فبقت العرض بتاعها كله 55. طب باقي لي الارتفاع بتاع الطبقه دي كام؟ دي 30 سم. ده 30 صح؟ وفي عندك طبقه ايه؟ تمام 6 سم. 6 فاصبح ده كله عرض، ده كله كام؟ 36. قدامك حل من اتنين، يا اما تحسبه زي ما احنا حسبناه يا اما تقيسه. ممكن اروح كده من الامر بتاعت الاوتوكاد واقول له اسلي يا عم الارتفاع ده كده كام؟ يقول لك الارتفاع دوت كام؟ بسم الله ما شاء الله 36 سم. فانا عندي الارتفاع بتاع الطبقه دي كام؟ 36. فاروح اختاره كده يا باشمهندس واقول له خلي لي الدبس. فين الدبس يا عمي؟ اهو. اقول له خلوا لي كام؟ 36. صح الكلام ده؟ طيب جميل جدا يا باشمهندس. هل بقى حاجه؟
كده الحمد لله من تحت ده خدت ال 25 مع ال 30 وخدت الارتفاع بتاع اللي انا عايزه يا باشمهندس. باقي لك ميل اخر حاجه لسه بقى الميل اللي هو واحد لواحد. الله ينور عليك. باقي لي الميل ده انا عايز انزله بقى مش راس, عايز انزله بميل واحد لواحد. فعلشان كده اروح للديفليكت اوتر اي جي دي بدل ما هي لون هقول له ايه؟ يس. انا هقول له يس. اطلب كلمه واول ما تقول له يس اقول له خد الميل بتاع كام؟ واحد. خلي بالك واحد لواحد دي معناه انا بكتب له واحد وهو بياخد الشق الثاني واحد على طول. بعدها تقول له الله يا باشمهندس تلاقي اللي حصل اوكي. تلاقي اللي حصل بالطرح الورقه مباشره. تلاقي اللي حصل يا باشمهندس ادى من هنا كده من نهايه البردوره خدنا مين؟ خدنا 36 سم 36 وبالعرض بتاعه ونزلت بميل واحد لواحد كده يا باشمهندس. رسمت القطاع بتاعك ولا لا؟ بيلك حاجه واحده السايد ووك والماتيريال اللي تحت. بيلك السايد ووك. السايد ووك ده يا اما ترسمه كلاينت يا اما ترسمه الطبقات بتاعته. يعني لو سيارتك عايز تاخده برضو هو طبعا ليه مين. فانا لو هرسمه بلاين هعمل ايه؟ يعني انا هفترض كده ان انا هاخد هنا كده بس الخط بتاع مين؟ بتاع السايد ووك بالعرض بتاعه بالميل بتاعه. اعملها ازاي دي؟ برضو سهله جدا. ازاي؟ هاخد كوبي كوبي من اي طبقه من الجينيريك. يعني انا برضو هرسمه بايه؟ بجينيريك. طب يا باشمهندس نعم هو انت عايزه طبقه ولا عايزه خط؟ عايزه خط. طب ايه المشكله انك تخلي الطبقه دي الارتفاع بتاعها زيرو؟ هتطلع خط ولا لا؟ وكمان الميل بتاعها انت عايزه بسالب 2 ولا بموجب 2؟ لان النقطه دي عايزه ينزل ولا يطلع؟ سالب 2. لا السالب 2 معناه من النقطه دي هينزل. لا عايزه بموجب 2. موجب 2 علشان يبدا ايه يطلع. بس هل احنا واخدينه ب 2 ولا اكتر؟ هو بموجب 2 فمعناه انا عايزه ايه يطلع. فعلشان كده هاخد ده اهو واروح لمين؟ للسب اسمبلي تول باليتس. ابدا اديله مين يا هندسه؟ نديله العرض. العرض بتاعك كام؟ متر وسبعين. متر وسبعين. فانا اقول له 1.7. طب كمان يا باشمهندس الشيفت هل في شيفت؟ لا مفيش. طب الميل سالب 2 ولا 2؟ لا موجب 2. 2. طب الدبس عايزه يظهر خط. قلنا الطبقه دي لو اديتها سمك صفر. بس خلي بالك للاسف ما بتقبلش سمك زيرو. يعني طبقه الجينيريك ما بتقبلش صفر. امال اخدها كام؟ اقرب لكل الصفر اللي هو كام يعني؟ 0.001 يا باشمهندس اللي هو تقريبا كام؟ 1 10 تقريبا زيرو. فانا باخده اقرب لكل الزيرو مش زيرو. خلي بالك هو هيظهر ايه؟ صفر لان هو في الطبيعه اقرب لكل الزيرو. ما الصفر الصريح. بعدها اقول له اوكي يا باشمهندس ايه اللي حصل هندسه؟ اظهر لك اكنه خط والخط ده بيمثل مين؟ سطح السايتو العرض بتاعه بالزيرو. في مشكله؟ باين اللي جوه زي ما اتفقنا. مش عايز اللي تحت مين اللي جوه؟ في مشكله يا ريس؟ بكده يا هندسه ربنا اكرمك وخلصت مين؟ التولين في الرايت سايد. الله ينور عليك. طب والباقي؟ نعمله بقى. الله ينور عليك. انا خلصت يا باشمهندس. من حقك تختار الناس دي كده كلها وتعمل لها ميرور. ازاي؟ انا خلصت دلوقتي نص الطريق اهو صح؟ تمام. تبدا يا باشمهندس تروح تختار مين؟ خلي بالك ما اختارش السنتر لاين. انا اختار بس اللي انا عايز ادوره. تمام. السنتر لاين عايز ادوره ولا ثابت؟ لا لا ثابت. فانا هختار مين؟ ادى السايد ووك مع الحارات مع كل الحارات اللي عندها يا باشمهندس. الاقي في زرار مدفع اسمه ايه؟ ميرور. اقول له ميرور. بعدها يقول لي طب اختار لي الميرور لاين. اختار الخط اللي انا هدور حواليه. ساعتك هدور حواليه مين؟ السنتر لاين. خط السنتر لاين او ممكن تختار البوينت اللي انت هتدور حواليه. مش انت هتدور حوالين هذه البوينت؟ تمام. ده ادق. اقول له يا عم دور لي حوالين هذه البوينت. يقول لي انت متاكد ان انت عايز تقلب اليمه الثانيه؟ اقول له اوكي. الاقي اللي حصل يا باشمهندس الراجل راح مشقلب لك الدنيا دي كلها ايه؟ اليمه الثانيه. ايه ده بقى يا هندسه؟ تمام. ايه ده؟ ده عباره عن الكروس سيكشن بتاع الطريق بتاعي اللي هو الطريق الايه؟ تمام. طريق الايربان اندفايدد. تمام. فيها مشكله دي ولا سهله؟ ده ديفايدد. اندفايدد. اندفايدد ده ايربان واندفايدد. تمام. سهله ولا صعبه؟ تمام. سهله جدا ما فيهوش اي مشاكل. طب ايه راي سيادتك؟ ايه راي سيادتك لو انا عايز ارسم هذا القطاع؟ القطاع ده يا باشمهندس الرولر والديفايدد ايه اللي هيختلف فيه؟ هنفترضه برضه نورمال كراون. يعني انا مش هرسمه سوبر الفيجن. هنفترضه ايه؟ نورمال كراون اللي هو سالب 2. برضه هبدا بمين؟ السنتر لاين. بعدها هاخد الميل بتاعه هبداه نورمال كراون. يعني حارتين بميل كام برضه؟ سالب 2%. بعدها هل تقدر ترسمهم دول؟ طبعا. امال ايه الجديد؟ الجديد عندك في الشغل. برضه في الطبقات من تحت برضه؟ طبعا نفس هتلاقي عندك نفس الميل. هرسم الحاره والحاره الثانيه نعدل عليها. هرسم حاره والحاره الثانيه نعدل عليها عشان الميل اللي تحت ده. الميل اللي تحت منهم اللي هو اللي هنا ده اللي في الطبقه في طبقات الرص بتاعها. ما كل الطبقات يا باشمهندس بتطلع مالها بنفس الميل. يعني بص كده الطبقات بتاعتك كلها مالها الطبقه دي مايله بنفس الميل ده بنفس مالها. دلوقتي يا باشمهندس قدرت ارسم مين؟ قدرت ارسم القطاع الايربان والاندفايدد. هل ممكن نرسم القطاع الرورر والاندفايدد برضو؟ يا باشمهندس ايه الاختلاف؟ برضو بقى عند السنتر لاين وحرات يمين وشمال. من كل الاختلاف هيبقى فين؟ في الحته دي. من هنا طلعنا ببردوره ومن البردوره خدنا مين؟ سايد ووك. لا هنا من هناك هبقى من سطح الاسفلت على طول هناخد مين؟
الشولدر بتاعنا مباشره. انا بص كده هنا من سطح الاسفلت هناخد مين الشولدر. هناخد الطبال بتاعنا مباشره بالعرض والميل بتاعه, وبعدها ناخد مين المول الجانبيه, ودي الجديده في الطرق الرور. احنا اتفقنا الطرق الايربن ما فيهاش ايه سايد سلوب, الطرق الرور هي اللي فيها مين سايد سلوب. لا عايزين نرسم هذا الكلام, موضوع سهل ويسير. ازاي يا عمي؟ بص معايا حاجه واحده, هروح مبدئيا دلوقتي اعمل ايه؟ هروح دلوقتي ابدا ارمي برده السنتر لاين بتاعي نفس الفكره. ارمي ازاي؟ ها فاكر؟ تمام. منين؟ قلنا من قائمه اسمبلي كرييت اسمبلي عشان ارمي السنتر لاين, وقلنا هنسميه ده وليكن درورر واندفايدد. بعدها باشمهندس اقول له اوكي, ثم كليك يمين في اي حته او كليك شمال سوري في اي حته, حط لي ليه السنتر لاين الجديد. من السنتر لاين ده باشمهندس عندك مين؟ عندي الحارات بتاعتي يمين وعندي الحارات ايه شمال عشان ما عنديش جزيره لحد دلوقتي. طب الحارات دي عروضها كام ومسافتها ايه؟ لو رحنا للطريق بتاعنا يا باشمهندس هتلاقي ان انت عندك حارتين, عرض الحاره 3 متر وايه و6, 3 متر و60, والطبقات هناخدها نفس الطبقات اللي فاتت اللي هو 5 في 5 في 6 في كام؟ في 30. فانا هبدا اعمل ايه؟ ممكن اجيب من بيزك, اجيب الجينيريك وابدا اعمل ايه؟ اشتغل كده, او ناخد كوبي منه. كوبي ما انت عندك اهو يا باشمهندس, ما تاخد منه كوبي. مش احنا اتفقنا ان انا عندي برضو هاخد من نفس السمك بتاع الحارات دي او الطبقات دي, فناخد كوبي من الناس دي كده كلها وابدا انزلها تحت. بس هيبقى فيهم مشكله كلهم ايه هي؟ هتاخد حاره انا خدتهم الحاره, خدت حاره واحده بس. طب دي فيهم مشكله ايه هي؟ العرض, خلي بالك الميل ماشي بسالب 2 وكل حاجه تمام. العرض بتاعي بكام؟ ده 3 في 6 وده 3 25. ده 3 25. فانا عايز ازود العرض ده, ازوده ازاي؟ خلي بالك بس, انا افترضت ان القطاع ده قطاع ايه؟ نورمال كراون برضو, يعني سالب 2 مع ايه؟ مع سالب 2, يعني انا مش هرسم قطاع السوبر الفيجن ده. طيب هعمل ايه يا باشمهندس؟ هبدا اغير في العروض دي يا باشمهندس. نعم سيادتك, عايز تغير في عرض عرض ولا في كله؟ لا في كله. لو عايز تغير في عرض عرض هختار الطبقه دي واقول له سب اسمبلي تول باليت واخش اغير فين في العرض بتاعها. لكن لو عايز تغير في كله اختارهم كلهم وروح لقائمه مين بقى؟ بروبرتيز. فيجيب لك الخصائص بتاعت الناس دي كده كلها. روح يا باشمهندس من البروبرتيز دي وابدا اديله مين العرض بتاعك اللي هو هيبقى كام؟ 3 متر و6 ماش. طبعا هو حتى مش قابلها, البرنامج عايز تعمل له ريستارت, فانا معلش بقى اغيرها ايه؟ واحده واحده. هروح كده اختار دي واقول له سب اسمبلي تول باليت, خد لي يا عم العرض بتاعنا كام؟ 3 و6 10, ثم كمان خد لي الحاره دي وانتر على الفاضي دخلنا كام؟ 3 و6. بعدها انتر على الفاضي للحاره ديت كمان, ثم من بارامتر واقول له كام؟ 3 و6. بعدها اقول له اوكي يا باشمهندس. صعب هذا الكلام؟ لا لا تمام. جميل. طب بعدها هل حاره واحده ولا حارتين؟ لا حاره ثانيه لسه. فاختار دول واقول له كوبي. بعدها اخدها يا باشمهندس فين؟ في اول دايره عندي دي. بعدها ابدا ادور بقى من النقطه دي, هل بقى في عندي بردوره وارتفاع؟ لا 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 مفيش. على طول في عندي من هنا كده في مين؟ في الشولدر يا باشمهندس صح؟ طيب اعمل الشولدر ده ازاي؟ برده هيبقى خط, والخط ده الدبس بتاعه كام؟ زيرو. فانا ممكن اروح مين؟ تمام اخد كوبي, اجيب السايد دول ده كوبي واحطه فين يا هندسه؟ حطه في النقطه دي. بس هتبقى السؤال, هل العرض والميل بتاعه مظبوطين ولا محتاجين نظبطه؟ لا نظبطه. العرض كام والميل كام؟ العرض متر و80 سنتي والميل بسالب 4. بسالب 4. فعشان كده اروح ايه اختار الراجل ده اهو من سب اسمبلي تول باليتس. العرض بتاع حضرتك كام؟ 1.8. والميل سالب 4%, واقول له اوكيشن. الاقي اللي حصل يا باشمهندس. خلاص تمام. تمام. طيب في حاجه تاني؟ باقي لي حاجه واحده بس. ايه هي؟ دول طبقات الاسفلت, طبقه اسفلت وطبقه اسفلت. خلاص تمام. باقي لي الطبقه دي اللي هي طبقه السن. هل احنا بننهي السن مع نهايه الاسفلت؟ لا, لازم يبقى في رفرف. طب اعملها ازاي دي؟ بابسط ما يكون, هاخد كوبي من الطبقه اللي هي طبقه السن دي يا باشمهندس بنفس خصائصها بالظبط. وهيتبقى السؤال, هي الرفرفه دي عرضها هيبقى كام؟ 25 سم. وفي النهايه هنبني ايه؟ 1 1. هعد لها ازاي دي؟ تمام البروبرتي. ايوه السن زي ما انت قلت بالظبط. العرض هيبقى كام؟ تمام 25. بس الميل بتاعنا نفس الميل, نفس الميل. اروح بس تحت اقول له ايه الديفليكت دي اللي هي الحافه الخارجيه. يس بميل 1:1 يا باشمهندس. اوكي. الاقي اللي حصل, راح من النقطه دي واخد لك رفرفه 25 سم وراح نازل لك بميل كام؟ 1:1. كده خلصت نص الطريق؟ لا لسه مين؟ ميرور. لا باقي لي اخر حاجه في نص الطريق اللي هو مين بقى يا باشمهندس؟ الميل اللي عندك ده.
لازم ارسم السايد سلوب. وتخلي بالك السايد سلوب بقى مش ينفع ارسمه جينيريك. ليه؟ لان الجينيريك ده كان لاين معلوم نقطه بدايته ونقطه نهايته. يعني في الجينيريك انا كنت بقول له ابدا لي من النقطه دي وخد لي 180 صح. انت دلوقتي من النقطه دي يا باشمهندس عايز تاخد الميل ده صح. هل هتاخده بعرض معين ولا المفروض هيدله ماشي لحد المايول اوت سطح الارض الطبيعيه لغايه ما يوصل. فعلشان كده ما ينفعش الميول الجانبيه اللي عندك دي ما ينفعش ارسمها لا بجينيريك ولا بلينز. امال لازم اعمل ايه؟ انا بتاخد لو فيل اه بالظبط. لو الراجل القطاع ده هيبقى فيل يعني سطح الارض عندك تحت هيبدا ينزل بالميل لحد ما يربط معاه. طب لو القطاع ده هيقع في منطقه كات عشان اتفقنا ان هرسم قطاع واحد واطبقه على الطريق كله في منطقه تبقى كات ومنطقه تبقى ايه فيل. فالمفروض من هنا كده برده اخد ميل ايه عشان يرقط معايا لو هو يبقى قط. طب الميول دي بقى عشان ارسمها ما ينفعش ارسمها بجينيريك، امال هترسمها بايه يا عمي؟ قال لك لازم نرسمها بحاجه اسمها داي لايت. يبقى عشان نرسم الميول الجانبيه لازم اتعامل مع مين؟ داي لايت. والداي لايت ده في منه انواع مختلفه. انا دلوقتي هتعامل مع حاجه اسمها داي لايت جنرال. ايه داي لايت جنرال؟ داي لايت جنرال معناها يا باشمهندس ان انت عندك هتاخد من اخر من نقطه محدده ميول جانبيه، والميول دي مالها؟ شبه ثابته او متغيره. مين يقول لي يا ترى الميول بتاعتي دي هتبقى ثابته ولا متغيره؟ ثابت ثابت على طول القطاع. عشان انا دلوقتي من النقطه دي هقول له انزل بالميل هنا 4 على 1 في مناطق الفيل، كل ما هو فيل هياخده ميل كام؟ 4 على 1. ومن النقطه دي اطلع بميل كات كام؟ 4 على 1. يعني هدي له اثنين اوبشن. هدي له الميل بتاعي في حاله الكات وفي حاله الفيل، هو امر واحد اللي هو الجنرال ده. تمام. بس حدد له الميل اللي هياخده في منطقه مين؟ الكات، والميل اللي هياخده في منطقه الفيل. تمام. طيب اعدله ازاي الكلام ده؟ هروح للجنرال ده يا باشمهندس. تخلي بالك في الجنرال برضه هيظهر لي شاشه، انا دايما هروح لمين ايضا؟ للبارامتر. اول ما هتنزل للبارامتر هتلاقي الراجل بيسالك على شويه اسئله كتيره جدا 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 جدا. يا ترى انت هتغير في مين يا باشمهندس؟ طبعا الحاجات دي لو انت الميل بتاعك هيبقى متغير. يعني الميل هيبقى متغير؟ يعني وليكن عندي فرق الارتفاعات كبيره والميل ده هاخده في جزء 4 على 1 في جزء 3 على 1 في جزء 3 على 4 تمام؟ لكن انا دلوقتي عندي الميل بتاعي متغير ولا ثابت؟ ثابت. فعلشان كده يا باشمهندس هتلاقي نفسك هتغير في حاجه اسمها الفلات كات سلوب. ايه الفلات كات سلوب ده؟ اللي هو الميل اللي الراجل هياخده في منطقه مين؟ الكات. وميل اللي هتغير في حاجه اسمها فلات فيل سلوب، ده مين؟ الميل اللي الراجل هياخده في منطقه الفيل. وهتصفر حاجه اسمها الجارد ريل ويدز. ايه الجارد ريل ويدز ده؟ اللي هو الميل اللي سوري المسافه اللي هياخدها في حاله الفيل. يعني في حاله الفيل ده لو القطاع بتاع الطريق بتاعك عشان سبقه كده هيبقى القطاع بتاعي فيل بالمنظر ده. تحب الراجل يبدا الحفر والرد من نقطه الشولدر من نهايتها ولا ياخد لك مسافه بحيث ان انت تحط عليها السور او الجارد ريل ويبدا من هنا الفيل؟ لا انا بقول له ابدا من النقطه دي. فعشان كده بقول له الجارد ريل ويدز ده خده بكام؟ خده بصفر. ماشي؟ على طول يعني؟ على طول. طيب للاسف برضه الراجل مش قابل ان انا اعدل من الشاشه دي، قلنا الراجل عايز يعمل له ريستارت. فعلشان كده يا باشمهندس انا هحطها على عيبها. يعني ايه على عيبها؟ خلي بالك الجارد ريل ويدز بتاعته كام؟ 0.6 والكات سلوب والفيل سلوب كام؟ واخدهم 6 الى 1 صح؟ هتقف يا باشمهندس عند النقطه الاخيره دي اللي انت عايز تحط فيها الدي لايت. خلي بالك الدي لايت ده انت هتحطه فين؟ بعد الشولدر. فهقف عند اخر نقطه بعد الشولدر واقول له كليك، الاقي الراجل بالفعل عمل اللي انت قلت له عليه. ايه اللي انت قلت له عليه؟ من النقطه دي يا باشمهندس هتلاقيه واخد لك خط ولا سهم؟ سهم. السهم ده هيقف فين؟ لغايه ما لحد ما يتلاقى مع سطح الارض الطبيعيه. بانه ميل بقى؟ بص كده الديفولت هو بتاعه هو في 6 ل 1 في الكات و6 ل 1 فين؟ في الفيل. في هل ده يمشي معاك؟ لا ما يمشيش. عايز اعدله. اعدله ازاي؟ من يطلع بقى من بره. من السب اسمبلي بروجرامز. الله ينور عليك. علشان كده انا هعدله طالما مش قابل ان انا اعدله من جوه هعدله من بره بسرعه جدا. طيب هعدله ازاي؟ اختار الدي لايت بتاعي بعدها اروح لمين؟ للسب اسمبلي تول باليتس واروح يا باشمهندس للبارامترز ايضا وابدا اغير. اتفقنا هنغير في مين؟ في الميل بتاعه. في الميل. تخلي بالك الفلات كات سلوب ده اللي هو الميل في حاله مين؟ الكات. ويفضل كمان لما تغيره ما تغيرش في الفلات كات سلوب بس، غير في الفلات والميديوم وليه؟ والستيب. يعني الميل بتاعك في منطقه الكات هتغيره فين؟ في ثلاث مرات اللي هم الستيب كات سلوب. هقول له خد الميل بتاعتي في حاله الكات عامل هو كام؟ الستيب اللي هو الميل بتاعك في المناطق اللي ارتفاعاتها عاليه. يعني خلي بالك انت ممكن تغير الميل مع ارتفاع معين. يعني ممكن اقول له الارتفاعات بتاعتي اللي هي فيها مناطق فيل او مناطق كات لحد 1 متر خد لي ميل 4 على 1، من متر لحد 4 متر خد لي وليكن الميل مش عارف كام، من 4 في اكثر غير الميل على حسب الارتفاعات. احنا هناخده في كله ايه؟ تمام نفس الميل. فعلشان كده اروح للفلات كات سلوب او الستيب كات سلوب واخد الميل بتاعي في حاله الكات اللي هو قلنا هناخده كام؟ 4 على 1. بكتب 4 وهو بياخد الباقي، يعني هو هياخد 4 على 1. وبرده في حاله الميديوم 4 على 1، وفي حاله الفلات ايضا 4 على 1. بكتب 4 وهو بيكمل الايه الباقي. نفس الكلام في حاله الفيل.
بالنسبه للفيل يا باشمهندس برضو في عندك الفلات فيل والميديوم فيل والستيب فيل اخده كام برضو مهم؟ 4 الى 1 في حاله الستيب و4 الى 1 في حاله الميديوم و4 الى 1 في حاله الايه الفلات. طيب اخر حاجه عندك بقى الهارد جارد للويندز اتفقنا هناخده كام؟ بزيرو اللي هو بصفر يا باشمهندس. اول ما اقول له اوكي يا ترى هتلاقي الراجل مظبط لك الدنيا ولا لا؟ تمام يا باشمهندس اتظبطت واصبح الميل بتاعك 4 على 1 في الكات و4 على 1 ايه في الفيل وكل واحد من دول هيبقى ايه؟ هيبقى له هندسه مين؟ تمام على بالك بس انا اخترت الكتابات وقلت له حاجه اسمها ايه؟ فليب ليبل عشان يجيب لك الصاعد صاعد والهابط ايه؟ والهابط هابط يا باشمهندس بالمنظر الجميل اللي قدامك يا باشمهندس. نعم ده بالنسبه لك ايه؟ نص الطريق بس الطريق الايه؟ الرورر Undivided ورورر يا ترى انت عايز نص ولا كله؟ كله قلنا بنختار الاجزاء اللي انا عايز اعكسها ما اختارش الدنيا كلها بعدها اقول له ايه؟ ميرور واختار البوينت اللي انا هدور حاليها ستك هدور حوالين مين؟ حوالين السنتر حوالين النقطه بتاعت السنتر اللي هي النقطه ده الاقي الراجل ايه شقلب لك الموضوع ده اليمه الثانيه هندسي اوكي انا بختار الراجل خلص الربع اللي هو في الربع الثالث ده يعني الربع الدائرة الثالث ربع دايره يعني مفيش ربع انا بختار اول دايره عندك فوق اختار اول دايره دي مش ده انا اقصد يعني لا بختار الدايره من اي حته الدايره الدايره بس الدايره بس انت طريقك صعبه على نفسك بختار الدايره من اي نقطه فيها ماشي بكده يا باشمهندس انا رسمت مين قطاع قطاع الطريق الديفايدد ومين الديفايدد وي رورر الاندفايدد ورورر والاندفايدد ومين والاندفايدد وين يا ترى ايه الفرق بقى اصبح واضح دلوقتي ايه الفرق اولا في هنا سايد ووك بيبقى مرتفع لكن هنا بيبقى فيه ايه سايد سلوب شولدر بعدها في عندي هنا سايد سلوب في ميول الحفر والرام لكن هنا ما عنديش حفر ورام لان زي ما قلت لك هنا نهايه السايد ووك بيبقى مين السور بقى بتاع الجامعه السور بتاع المباني المباني العاديه بتاعه البني ادمين فعلشان كده هنا ما بربطش بين هنا بقف عند مين عند حد الطريق بتاعي يا باشمهندس هل في مشكله في هذا الكلام ولا الموضوع بسيط الموضوع بسيط ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر وباذن الله المره الجايه نكمل مين نكمل الطرق الديفايدد سواء في الايربان او سواء فين في الرورر عشان نبدا نكمل الموديل بتاع الطريق شكرا